نستخدم المندري في الريفرنس مانجمنت. احنا كتير قوي سمعنا عن حكاية الريفرنسز، سواء الناس اللي بتجهز رسائل او بيبرز او الكتابة العلمية عامة، ان اي حاجة هنكتبها لازم يبقى لها مرجع. طب المراجع دي بنحطها ازاي وايه الترتيب وازاي تتعمل؟ ده اللي هنتعرف عليه النهاردة ان شاء الله. الورك شوب ديت معمولة من ضمن انشطة مركز وحدة الاستشارات البحثية تبع مركز الابحاث الطبية، واعتقد ناس كتير سمعت عنه ضمن انشطه، يعني في البروتوكولات بتاعتكم اكيد واجهتوا ان هم يرجعوا لكم عشان السامبل سايز وبعتوا لوحده الاستشارات. في وحده الاستشارات اصلا ايمنج ان هي تطور المنظومه البحثيه في الكليه عن طريق ان هي تقدم استشارات للناس، سواء استشارات خاصه بالبروتوكولات السامبل سايز اند سو اون، والحاجه الثانيه عن طريق تريننجز نقدمها كل شويه زي بتاعة النهاردة إن شاء الله. تمام. طيب الوركشوب ديت حقيقي احنا كنا عايزين نعملها من زمان، يعني كانت دكتورة غادة العطار هي أول من قالت لي يا مريم عايزين نعمل الوركشوب بتاعة المندي، الكلام دوت من سنتين وشوية، وساعتها جهزناها أنا وزميلتي الدكتورة مريم جمال مدرس مساعد برضو معانا في القسم، لكن حصل ظروف اتأجلت لحد ما وصلنا للنهاردة. يعني إن شاء الله إن هي تكون ذات قيمة. إن شاء الله الورك شوب بتاعتنا النهاردة هتمشي إزاي؟ هيبقى فيه introduction، وبعد كده هنتكلم هو المندي عبارة عن إيه؟ إزاي ننزله ونعمله؟ بس بداية صح قبل ما نبدأ، أنا كنت طلبت من الناس في الإيميل اللي بعته إن يا ريت ننزل البرنامج، فهل كل الناس نزلت البرنامج ولا في ناس ما نزلتهوش؟ يبقى إحنا نبدأ البرزنتيشن بتاعنا دلوقتي. زي ما اتفقنا المندي دوت برنامج او سوفت وير بيساعد الباحثين في الريفرنسنج. طب يعني ايه ريفرنسنج اصلا؟ وليه بنعمل ريفرنسنج وازاي نعمله؟ هناخد دلوقتي الخطوات دي. اول حاجه الريفرنس او السيتيشن ده دوكيومنتيشن عشان تخلي البيبر ديت اكسبتد. احنا عمرنا ما في بيبر هتتبعت ولا في رساله هتتقبل من غير ما تبقى ليها ريفرنس او مراجع، والهدف بتاعها ايه؟ ان انت ترشد الناس انت استعنت بايه؟ انت كتبت جملة او كتبت معلومة او كتبت فكرة، الفكرة دي مين مصدرها او جبتها منين؟ ولو رقم مثلا مين قال ان الرقم ده صح؟ فلازم يكون في مرجع للناس دي انها ترجع له. تاني حاجة ان هي بتساعد الريدرز ان هم يرجعوا للمعلومة كاملة. مثلا انا كاتبة البريفلانس بتاع الهايبرتنشن ده كان موجود في كتاب بيتكلم على بريفلانس بتوع نون كوميونيكابل ديزيز كلها، طب هو عايز يرجع يقرا طب هايبرتنشن ده اكتر في الميلز ولا في الفيميلز او تفاصيل الموضوع، يقدر يرجع للمرجع ده. والاهم من ده كله ان احنا بنكنولج اذر الورك بتاع الناس التانيين والانفورميشن والحاجه اللي هم تعبوا فيها. تمام. طيب انا دلوقتي عشان اعمل ريفرنس مظبوط لازم نخلنا بالنا من حاجه، احنا عندنا ثلاث حاجات اساسيين، لازم نخلي بالنا منهم. عندنا حاجة اسمها statement، ودي الحاجة اللي احنا كاتبينها، يعني الجملة اللي انا كاتباها وفيها المعلومة اللي عايز اعرضها. تمام. وعندنا حاجة اسمها citation، ودي اللي بتبقى في التكست نفسه، يعني غالبا اغلبنا اكيد تعرض ان هو قرا papers او رسائل، فبتبقى في جملة مكتوبة بيبقى جنبها رقم او الاوثر والسنة بتاعة الريفرنس دي، فدي بنسميها التكست citation، ده ما يطلق عليه كلمة citation. والسيتيشن دوت بيدل الناس على اللي موجود في الريفرنس ليست، يعني انا في اخر بقى خلصت البيبر قريتها تحت في ريفرنس ليست، اجي ابص الجمله اللي انا قريتها كنت عايز اعرف كان مكتوب جنبها رقم واحد، ابص على رقم واحد هلاقي المعلومه كامله بالريفرنس للريفرنس ده. يعني ايه المعلومه كامله؟ يعني الريفرنس دوت عنوانه ايه، مين الاوثرز بتاعه، 12 سنه كام، و12 فين. طيب دلوقتي معلش حبيكم تشاركوا معايا، احنا عندنا جزء دوت دي كانت introduction من paper ودي references. تمام. الجملة ديت اللي هي infants and child اللي موجود تحتها خط دي اسمها ايه؟ هل هي citation ولا statement ولا reference؟ استني تشاركوا معايا سواء اكتبوا في الشات او في ال او حد يتكلم. مظبوط. الجمله الاولانيه دي الستيتمنت. طيب الهايلايت الاصفر اللي هي رقم 2 و3 ده اسمه ريفرنس ولا اسمه سيتيشن؟ الحاجه الهايلايتد في التكست بتاعي دوت اللي هو بيبقى رقم دوت اللي هو السيتيشن بتاعي، وطبعا الريفرنس اللي موجود في الريفرنس ليست اللي من ورا دوت هنيجي نشوف هنا احنا كنا قايلين ان الجمله دي مصدرها رقم 2 و3. هرجع للريفرنس ليست 2 اللي هي البيبر اللي عنوانها الفلاني والاوثرز بتوعها فلانيين وهكذا. تمام. طيب
حاجة مهمة جدا نعرفها قبل ما ندخل في موضوع المندلي، حاجة اللي هي ال parts of citation. أنا ال citation بتاعي أو ال reference بتاعي لما أجي أكتبه من تحت لازم يشمل إيه؟ ودي كتير مننا قوي بيقع فيها مشكلة، مثلا في مناقشات الرسائل بنلاقي كتير قوي بنقف في حتة ال reference ده مش كامل. يعني إيه مش كامل؟ ال reference يا جماعة ببساطة أنا أحب لما أجي أقرأ أعرف أوصل للمعلومة دي، مش أوصل للبيبر، أوصل للمعلومة. يعني إيه؟ يعني دلوقتي انت حضرتك جبت ريفرنس من مجلة ما، ماشي، المجلة دي انت لازم تقول لي تبع انهي اتنشرت او العدد دوت اتنشر امتى، وانهي عدد البيبر اللي انت جايبها موجودة في صفحة كام لصفحة كام. زي بالظبط لما توصف عنوان بيتك لحد، انا مثلا قلت حد يبعت لي حاجة على بيتي لازم اوصف له البيت ده فين، شارع، انهي عمارة، وانهي شقة، وباسم مين. فدي اجزاء الريفرنس. اول حاجة هو اللي هو الاوثر، مين كتبها، كتب ايه الارتكل او العنوان الحاجه اللي احنا استعنا بيها. وير بقى، وير دي تشمل الجورنال تايتل من صفحه كام لصفحه كام، الايشو لو متجابه من ويب سايت يتكتب الويب سايت، وهكذا. واخر حاجه وين اللي هي اتنشرت سنه كام. طب لو عندي كتاب نفس الكلام، بكتب انا ممكن يكون الريفرنس كتاب كله ولا غالبا واخدين شابتر، هكتب اسم الشابتر بتاعي موجود فين، هي كتاب، الاوثر بتاع الشابتر ده مين، والاديتور مثلا بتاع الكتاب مين، والبابليشر بتاعه، بحيث في الاخر اللي هيدور على الريفرنس يعرف يوصل. واضح النقطة دي؟ الريفرنسينج او السيتيشن ستايل دي برضو من الحاجات الكتير جدا اللي بنواجهها. الناس يجي يقول لك انت الريفرنس، او مثلا حد يعلق لا انت التكست سيتيشن تكتب لي ارقام، انا الارقام دي مش عارف اقراها، عايز اعرف الناس دي اتنشرت في انهي سنة. تيجي مجلة تبعت ليها تقول لك احنا عايزين بالريفرنس اللي اسمه فانكوفر، حد تاني يقول لك عايزين الريفرنس اي بي اي ستايل، ام بي اي ستايل، ستايلز كتير جدا. طب ايه الستايلز دي؟ دي عبارة عن رولز كده اتحطت عشان تعبر عن السيتيشن بتاعك ازاي. الكومبوننتس او البارس بتاعتها واحدة، ان انا عايز اجاوب على الاسئلة بتاعتي هو وير وين وهاو، تمام، او نفس الاسئلة عايز اجاوب عليها، بس ترتيبها ازاي او تتحطها ازاي وسط التكست ده اختلاف الستايلز بتاعتها، ماشي. فمثلا من الموست كومن او الحاجات الكومن اللي احنا بنستخدمها الاوثر ديت او اللي بنسميه هارفارد ستايل، اوكي. وفي الانتكست سايتيشن انت حضرتك بتكتب اسم الاوثر وبتكتب سنه النشر، ودي بتفيد قوي في الدوكيومنتس الكبيره زي الرسائل. لما تيجي حد يقرا رسائل مثلا بيقرا الريفيو، مهم قوي يعرف الجمله اللي انت كاتبها دي الريفرنس سنه كام، لان احنا دايما نقول ريفيو اوف ليتريتشر ماست، يعني لازم يبقى ابديت، لازم يبقى حاجه اب تو ديت، حاجه ريسنت، ماشي. فانا كتبت معلومه او جاي اقرا رساله وفي معلومه مكتوبه فيها، يهمني اعرف المعلومه دي من سنه كام، سنه 2010 ولا سنه 1900 و ولو كتبنا حكايه الارقام اللي هو الفانكوفر ستايل هنشوفه بعد شويه، دي حاجه تتوه. انت عندك فوق 200 ريفرنس مثلا في اخر الرساله، صعب قوي ان الواحد يقعد يرجع كل شويه للريفرنسز ليست ويشوف دي رقم كام. في البيبرز مقبوله، ليه؟ البيبر اخرنا هنحط فيها 20 ريفرنس مثلا، فانا مثلا كتبت رقم واحد او اثنين سهل الواحد يرجع لها، ماشي. فده مثلا هارفارد ستايل. قلنا في الانتكست سيتيشن بتبقى حاجه باختصار، في الريفرنس ليست لا، بنبدا بقى نفصل، دول اسامي الاوثرز، وفي ناس يقول لك الاوثرز عايزهم فول ليست، ناس يقول لك اكتب ثلاثه اوثرز والباقيين ايتال. الحاجات دي كلها ستايلز مختلفة، لازم قبل ما نبعت للمجلة نراجع المطلوب مننا بالظبط، وهنتعلم دلوقتي ازاي نظبط حاجتنا حسب المطلوب من المجلة. بعد كده السنة، وناس كتير يقولك السنة يعني الريفرنسز مختلفة، السنة تكتبها في أول قبل العنوان ولا بعد العنوان، فكل الحاجات دي ستايلز موجودة. وهنا دوت الجورنال اللي اتنشر فيه والايشو والفوليوم والصفحات. طيب الستايل التاني الموست كومن عندنا في الكليه مطلوب ساعه تسليم الرسائل ان هو بقى فانكوفر ستايل، اللي هو بالارقام بيسموه النوميري، بنحط رقم في اخر الجمله، انا خلصت الستيتمنت بتاعتي بحط رقم، وفي الريفرنس ليست المفروض هنا يبقى فيه واحد او الرقم بتاعي ومكتوب الريفرنس بتاعي. دي حاجه باي ذا واي كده قبل ما نبدا اصلا المندل. يبقى احنا دلوقتي اتعرفنا على ايه قبل ما نبدا المندل، اتعرفنا احنا ليه بنعمل ريفرنسنج عشان اقول للناس انا جايب المعلومه دي منين، ولو حد عايز يرجع لها يعرف يرجع لها. طيب الريفرنسنج بتاعي او ايه اللي انا هعمل ريفرنس، الستيتمنت بحط جنبها انتكت سيتيشن اللي هي الشورت فورم اللي بيدل للناس الكلام ده موجود فين في الريفرنس ليست، والريفرنس ليست اللي فيها الفول
ريفرنس. الريفرنس الكبير ده المفروض يجاوبني على كذا سؤال. الأسئلة دي اللي هي عبارة عن who, what, where, how and when، تمام؟ وعرفنا ان في كذا ريفرنس ستايل عندنا، واضح لحد دلوقتي؟ عشان نعمل ريفرنسز واستخدم كده في ثلاث حاجات احنا عايزين نتعرف عليهم، وهنقولهم كتير بقى في السكة واحنا جايين. اول حاجة في حاجة اسمها build your document library. يعني ايه؟ انا لما راجع اللي انا استخدمتها في البحث بتاعي او في الرسالة بتاعتي لازم كلهم اكون مجمعهم في حاجة واحدة بنسميها مكتب. جرت العادة واللي احنا كلنا بنعمله ان احنا بننزل PDF files ونحطها في فولدر عندنا مثلا اسمه ماستر واسمه PhD، تمام؟ دي اللايبراري، دي المكتبة، يا اما ان هي تبقى موجودة على جهازك يا اما نتعلم دلوقتي ازاي، وده الافضل تحطها في الريفرنس مانجر بتاعك سواء مندل او غير مندل، عشان عن طريقه تبدأ تعمل خطوة رقم اتنين اللي هي سايت انتكست يور ريفرنس، يعني ملف الوورد اللي بدأنا نكتب فيه الستيتمنتس بتاعتنا او نكتب فيه الرسالة، نبدأ في اخر كل ستيتمنت نحط الريفرنس، نعمل سايتيشن، تمام؟ واخر حاجة ليست يور ريفرنسز، ان احنا هنحط بقى في اخر الملف بتاعنا سواء بيبر او رسالة الريفرنس ليست بتاعتنا، توفر وقت، ده الهدف بتاعها. الريفرنس مانجرز موجودة كتير، وفي الريجستريشن شيت انا شفت ناس كتير يعني بتستخدم الاند نوت والميندلي والزوتيرو، وفي ناس بتستخدمه، تمام؟ كلهم بيتفقوا في نفس الكونسبت ونفس كل حاجة، ولكن بيختلفوا في الديتيلز، بمعنى ان مثلا حاجة زي الاند نوت اه حلوة وكل حاجة، ولكن اختلافها الاساسي ان هي مش افيلبل فور فري. ميندلي وزوتيرو افيلبل فور فري، وفيهم فيتشرز برضو تساعدنا كتير. في حاجة اسمها الريف وورك، وفي حاجة اسمها الريفرنس مانجر، فدي كلها ريفرنس مانجر تتفق في نفس الفكرة ولكن بتختلف في التفاصيل، وعامة كل واحد يعني يستخدم الحاجة اللي تريحه. طيب مانوال فيرسس الكترونيك، ايه هو المانوال ريفرنسنج؟ حد قبل كده كان او يعني يعرف ايه هو المانوال ريفرنسنج؟ زمان يا جماعة قبل اختراع، قبل حكاية الريفرنس مانجرز اصلا ان هي تبقى موجودة، الناس كانت بتعمل ايه؟ عادي جدا، بجيب مثلا انا قريت من البيبر دي، وهنلاقي اغلب اساتذتنا وفي ناس لحد دلوقتي بتستخدمها، قريت البيبر دي، هاجي اقرا ايه؟ الريفرنس بتاعي لازم يبقى فيه اوثر، لازم يبقى فيه عنوان الارتيكل بتاعتي والسنة، و يبدأ يكتب الحاجات ديت بايديه مثلا في ملف وورد، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا دي حاجة تايم كونسيومنج ومش دايما بتتظبط، ومشكلة لما يجي يغير مثلا، انا بعت المجلة، انا شغالة مانوال، بعت المجلة والريفرنس بتاعتي عاملاها هارفارد ستار، هاجي بعد كده هلاقي المجلة عايزة فانكوفر، هرجع للستايلز تاني من اولها لاخرها، احولها الارقام مغير حسب الستايل اللي عايزينه، طبعا مش لوجيك. وحاليا مع فكرة ان احنا بقينا نبعت البيبرز المجلة وتترفض ونبعت لمجلة تاني، كل مجلة بالريفرنس ستايل بتاعها، الالكترونيك مانجرز هتوفر علينا وقت كفاية، توفر عن وقت في حكاية الستايل دي. طيب ايه هو المندي؟ ده فري سوفت وير، تمام، بيساعدنا ان احنا نعمل مانجمنت، في منه اونلاين اللي هو بنسموه مندي ويب وهنشوفه دلوقتي، وفي منه اوفلاين اللي هو بيبقى مندي ديسكتوب اللي حضراتكم المفروض تكونوا حملتوه. وفي فيتشرز بقى تانية ان انت بتقدر منه تفتح البي دي اف، تكتب عليها نوتس، تعمل هايلايتس وهكذا. فالمندل بيعمل ايه؟ ان هو بيجمع لنا الدوكيومنتس بتاعتنا، الدوكيومنتس بتاعتنا سواء بي دي اف او ويب سورسز ايا كان، بيجمعها ونقدر نطلعها بعد كده سواء نستخدمها عندنا على الكمبيوتر او على الويب كده. زمان او مش زمان، هو لحد دلوقتي لحد كام يوم جايين في حاجه اسمها مندلي فور اندرويد او ايفون، وهتلاقوا في ناس منكم حملتها اوريدي عنده، ولكن من يوم 15/3 ومندلي نزلت اناونسمنت هيشيلوا خالص الابليكيشن بتاعه، ان هو حسب كلامه ان هو مش يوسفل قوي وعامل بيردن عليه. فبالتالي اللي احنا بنتكلم عنهم النهارده مندلي فور ديسكتوب اند مندلي فور ويب. طبعا دي ميزه عظيمه جدا ان هو موجود على النت، ليه؟ وان هو فري. انا دلوقتي بشتغل على اللابتوب بتاعي والديسكتوب بتاعي فيه الريفرنسز، جيت اشتغلت بره على الكمبيوتر مش بتاعي، كمبيوتر الشغل او ايا كان، عايز اشوف الريفرنسز بتاعتي، طب انا مش محمل نسخه المندلي عندي على الجهاز دوت، ما فيهاش اللايبراري بتاعتي. الحل هتدخل على الاكونت بتاعك على النت بتاع مندلي، هتلاقي اللايبراري بتاعتك موجوده بكل الريفرنسز بكل حاجه. طيب دلوقتي احنا هناخد زي اوفر فيو كده على المندلي هو عباره عن ايه، بس في الاول انا عايز اشوف
حضراتكم حملتوه ولا لأ؟ تمام، يا ريت بس الناس ترد عليا. حملتوه؟ ما فيهوش مشكلة، احنا بندخل على الموقع بنعمل داونلود مندلي فور ويندوز، تمام، بنعمل ساين ان. لو احنا ملناش، لو احنا لينا بنعمل اكونت، تمام، و الدنيا بتتظبط، يعني بيتعمل لك اكونت ومنه بتدخل على المندي. انا عايزه اقول لكم على حاجه، بما ان احنا هنا في جامعه اسيوط، يعني في فيتشر موجوده اسمها ميندلي انستتيوشنال اديشن. دي عباره عن ايه؟ دي ابجريدد فيرجن، يعني احنا اللي احنا بندخل عليه وبنشتغل بيه دوت كله اسمه الفري اكاونت او فري بيرسونال اكاونت، تمام. في اديشن معموله ل شويه انستتيوشنز ومصر عن طريق بنك المعرفه المصري، اتفقت مع مندي ومع السفير وفرت لنا انستتيوشنال اديشن دي. طب نعملها ازاي؟ انا هقول لكم فيتشرز بتاعتها، بس نعملها ازاي؟ ما فيش اي حاجه مطلوبه غير ان حضرتك تدخل للمندلي اكاونت بتاعك بس عن طريق الجامعه، عن طريق النت بتاع الجامعه، عشان الاي بي او السيرفر بتاع الجامعه لما بيتقري بيعمل ابجريد اوتوماتيك كده، ابجريد للاكاونت بتاعك. ايه فايدته؟ احنا يا جماعه عندنا الفري اديشن البيرسونال ستورج بتاعتها 2 جيجا بايت، 2 جيجا بايت دول كويسين جدا اصلا، لان احنا كل اللي بنتعامل معاه ملفات بي دي اف وكده، فمش هي اللي هتاخد اكاونت. الشيرد لايبراري، واحنا هنعرف الحاجات ديت. هي بقى المشكله هنا، هي هنا في الفري اديشن 100 ميجا بايت، 100 ام بي، وفي الكولابوريتورز اب تو 25، والجروبس 5 بس. احنا يا جماعه في اوبشن عندنا في المندلي ان انت حضرتك ممكن تعمل جروب تشتغل بيه مع زمايلك، يعني انا مثلا شغالين في بيبر دلوقتي مع بعض، ممكن اعمل جروب اضيف عليه الناس بحيث اي حاجه اعلم عليها في البي دي اف او كده تبان عندهم. مشكله الفري اديشن انه مسموح لك لخمس جروبس بس، وماكسيمم 25 واحد في الخمس جروبس، يعني كل جروب فيه 5 بس. الانستتيوشن اكونت لا، يسمح لك انليمتد نمبر اصلا من الجروبس، والكولابوريتورز برضو عدد كبير، وطبعا الاستورج اعلى. فنصيحه مني يعني، بما ان هي فيتشر متوفره لينا بما ان احنا في الجامعه، اعمل بس ساين ان للمندلي عن طريق الجامعه وهيحصل، هيتعمل ابجريد للاكونت بتاعك. طيب نكمل دلوقتي الفيز بقى بتاع المندلي، وانا ملاحظ ديت نشتغل على برنامج المندلي نفسه افضل. دي الويندو بتاعت المندلي اللي بتظهر لنا، مثلا نعمل لها شير. تمام، اللي ظهر عندكم دوت المندلي ديسكتوب، تمام. احنا طبعا بنفتحه ازاي؟ عادي جدا، لما بنحمله بيبقى موجود عندنا على الديسكتوب، بندوس عليه بيفتح. لما يفتح هيقول لك الاول ساين ان طبعا، لو انت مش داخل، لو داخلين بيفتح على الاكونت بتاعك على طول. طب ايه بقى الحاجات بتاعتنا؟ اول حاجه المنيو بار، واحنا عارفين المنيو بار ديت اللي فيها الحاجات اللي احنا بنتحكم بيها. هنا شويه ايكونز بتساعدنا فور رابيد اكسس للحاجه اللي احنا عايزين نوصل لها. بعدين عندنا جزء في النص، جزء على اليمين وجزء على الشمال. الجزء على الشمال دوت ده الحاجات بتاعتك اللي تقدر تعمل عليها كنترول. ففي ماي لايبرري اللي هي المكتبه بتاعتي، كل الدوكيومنتس الموجوده دي، كل الريفرنس اللي انا حطيتها في يوم من الايام في المندي بتبقى موجوده هنا على جنب. خلاص، ريسنتلي ادد الحاجات اللي انا ضفتها مؤخرا، بمعنى انا النهارده شغاله عايز اشوف الحاجات، طول ما انا شغاله عماله اضيف في دوكيومنتس، فعايز اشوف اخر حاجه اتضافت بنجيبها من هنا. ريسنتلي ريد الحاجه اللي اتقرت في الفتره الاخيره. فيفوريت لو في شويه بيبرز كده عجبتك او عايز تعمل لهم تحطهم في فيفوريت بحيث ترجع لهم بسرعه. نيد ريفيوز، ودي حاجه مهمه جدا بس هقولها لكم بعد شويه، دي معناها ان هي الريفرنس اللي دخلت بس مش كامله او فيها غلط، او المندي اللي بيقول لك خلي بالك دي محتاجه انها البيانات بتاعتها محتاجه تترجع. ماي بابليكيشنز لو النشر بتاعي، تمام. انسورتد دي الدوكيومنتس اللي مش موجوده، دي اللي هي تعتبر زي يعني الدوكيومنتس اللي مش موجوده في فولدرز. ليه؟
انا دلوقتي اول دوكيمنت ده بيوري لي كل الدوكيمنتس اللي انا حطاها بغض النظر حطاها تبع ايه. طيب انا دلوقتي شغاله على بيبر بتاعه انتيبيوتيك ريزيستنس، او شغاله على بيبر ايا كان عنوانها، مش عايز انا ايه اللي يخليني اقعد اقرا في الريفرنس كلها اللي انا حطاها. ففي اوبشن ان احنا نعمل فولدرز، فزي مثلا الفولدر الاولاني دي البيبرز الخاصه بالموضوع ده، دي البيبرز الخاصه بالبيبر التاني، وهكذا. ده تيسيرا لان انت تعمل زي مكتبه بقى لكل شغل، للرساله لوحدها، للبيبرز لوحدها، وهكذا. طيب ايه تاني موجود عندنا هنا؟ موجود برضو حاجه اسمها جروبس، زي ما قلنا احنا في اوبشن ان انا اعمل برايفت جروب بحيث اشتغل انا وزمايلي مثلا عن نفس البيبر. فممكن احط في الجروب دوت احط البيبرز اللي احنا شغالين عليها وهكذا. فهي دي، والحاجات دي كلها يا جماعه بتبقى اكسسبل عن طريق الديسكتوب، سواء اذا كنت اوفلاين او عن طريق الويب. طيب المال الموجود تحت ده ايه؟ دي حاجه اسمها فلتر. يعني ايه فلتر؟ انا البيبرز بتاعتي كتير جدا، فممكن لو انا بدور على كيوردز معينه اكوردنج للاوثر كيورد، اي بيبر زي ما حضراتكم عارفين بيبقى فيها كيوردز، فبيقول لك مثلا انا عايز الحاجات اللي فيها ارثرايتس، فهي بيبر اللي كان في الكيوردز بتاعتها ارثرايتس. تمام. طيب لا، كيوردز مش عمليه لان هو الاوثر اللي حاططها. طب انا عايز ادور بايه؟ بالاوثرز مثلا. ممكن. طيب عايز ادور بالتاجز، وهنشوف ايه التاجز دي دلوقتي لان دي من فيتشرز المهمه جدا، او عايز باي بابليكيشن. طيب دي نخليها على جنب، هنرجع لها دلوقتي، ولكن دي مهمة عشان حكاية ان انت تراجع الريفرنسز بتاعتك، او تختار ان هو يعرض لك ريفرنسز معينة. اللي في النص ده بقى ايه؟ اللي في النص دي كل الدوكيمنتس بتاعتي. يعني انا دايس مثلا هنا هيقول لي الملفات اللي انا حطاها في فولدر بتاع اللاب فيرسس او، هي دي الملفات اللي انا حطاها. هاجي اقف على الملف ده مثلا، هيجي في الجزء بقى اللي في الشمال ده هيقول لي هو عبارة، او في اليمين سوري، عبارة عن ايه؟ دي جورنال ارتكل اسمها كذا، الاوثرز بتاعها فلان وفلان وفلان، الجورنال، وكل البيانات بتاعتها. ماشي. انا قلت دلوقتي كان في حاجة عندنا مهمة جدا اسمها التاجز عشان اقدر اعمل فلتر بيه. احنا عندنا اوبشن في المندي ان انا اكتب نوتس على البيبر دي، يعني مثلا هكتب نوت ان البيبر دي important مثلا for discussion، البيبر دي هتفيدني في الديسكشن. سوري بكتب عربي، عربي انا اسف اسف ما هعمل ده. تمام، ديسكشن خلاص. طيب وغير كده ممكن في الديتيلز في التاجز مثلا اكتب ان انا عايزاها للديسكشن، ان مثلا ممكن اكتب تاج تاني اعمل الكومه اللي هي الفاصله المنقوطه دي، اقول ان انا عايزه فيها مثلا بريفلنس. دي هتفيدني في ايه؟ التاجز دي هتفيدني انا هنا جيت في الفلتر مثلا هقول له لا انا عايز البيبرز اللي انا كنت قايله انها هتفيدني في الدسكشن. هقف هنا هيجيب لي البيبر اللي حضرتك مديلها تاج ان هي فور دسكشن. ماشي. مثلا لو انا هجيب الاول دوكيمنتس بتاعتي كنت عامله فلترز كتيره، كان حاجه مثلا زي السيتنج تايم، التو بيبرز دول انا كنت مديلهم تاج ان هم هيفيدوني في جزئيه السيتنج تايم. مثلا البيبر دي، الثلاثه بيبرز دول هيفيدوني في الريكومنديشن بتاعت الرساله. تمام. فدي حاجات بتساعدنا ان احنا ننظم اللايبراري بتاعتنا. طب الاهم بقى من ده كله، انا دلوقتي اتعرفنا على المندي، يعني اتعرفنا على المندي اللي هو الفيس بتاعه عباره عن ايه. قلنا ان احنا بنيجي نفتحه من الديسكتوب عادي جدا بيفتحه لنا، بنعمل ساين ان، بنلاقي الاكونت بتاعنا، في من فوق دي التول بارز اللي احنا هنستخدمها ومينيوز، بعدين في على الشمال بيوريني الاجزاء بتاعت المكتبه بتاعتي اذا كنت انا الفولدرز المختلفه بتاعتي، بيوريني الفلاتر بتاعتي اذا كانت بالاوثر بالجورنال بالسنه ايا كان، بيوريني الدوكيمنتس بتاعتي، وهنا الديتيلز اوف دوكيمنتس. الجزء اللي في النص ده بيفيدني برضو في حاجة، احنا هنشوف هنا من فوق دي الحاجات، لو دوست هنا هيقول الحاجات رتبها لي من ascending او descending، الحاجات اللي انا عاملينها favorite يجيبها لي فوق. النقطة دي الحاجات اللي اتقرت، لما ادوس عليها كده الحاجات اللي عليها علامة خضراء، نقطة خضراء، معناها ان هي اتقرت وخلصناها قراية.
ده الحاجات اللي ليها PDF. هنخلي بالنا من حاجة، انا الريفرنس ممكن ادخله كمعلومة، مش لازم PDF بتاعه يبقى موجود. يعني زي ده مثلا، دي عبارة عن ايه؟ دي جورنال ارتكل، عنوانها كذا ومكانها، البيانات بتاعتها موجودة، بس مش لازم يبقى PDF بتاعها موجود عندي. ماشي. هنا ممكن نرتبهم بالاوثرز برضو، اسندنج وديسندنج، التايتلز نفس الكلام. اللي ممكن نستخدمه اول هير، انا مثلا عايزة ارتب المصادر بتاعتي من الاحدث للاقدم، فلما ندوس عليها هترتبها لي، او العكس برضو من الاقدم للاحدث. تمام يا دكاترة. طيب احنا هنرجع لباوربوينت بتاعنا عشان نقرا الكلام مكتوب عليه. زي ما قلنا هنا سوري، الجزء الاولاني بتاعي هنا دوت اللي بيوريني الفولدرز بتاعتي، هنا الفلتر، هنا تول بار، وجزء في النص دي الديكيمنتس بتاعتي، وهنا الديتيلز بتاعت الديكيمنتس. هي ما ظهرت عندكم؟ تمام ماشي. طيب في حاجتين مهمين قوي ان احنا نعمل لهم انستليشن. احنا حملنا برنامج، في حاجه اسمها ويب امبورت، ان انا ادخل البيبرز من النت، وفي حاجة اسمها وورد بلوج ان، ودي بتساعدني لما اجي احط السيتيشن جوه التكست نفسه. طيب هنيجي هنا في التولز، في حاجة اسمها انستول ويب امبورتر، هو انا محملاها عندي، وانستول الوورد بلوج ان. احنا هنسيب وقت في الاخر بعد ما اشرح بس ازاي بنضيف الدوكيمنتس، بحيث ان حضراتكم تضيفوها. فاثناء برضو كده افتكروا تحملوا الويب امبورتر والوورد بلجن عشان نستخدمهم بعد شويه. انا بس هو في مشكله في السكرين شيرنج ظاهر. طيب احنا دلوقتي بقى نيجي للنقطه المهمه جدا، انا عايز اضيف الفولدرز. يعني انا هعمل كرييت فولدر، ده فولدر جديد هسميه تريننج، ده بتاع النهارده. زي ما حضراتكم شايفين كده ده فاضي، ما فيهوش اي ملف ولا اي حاجه، انا عايز اضيف عليه ملفات اللي انا هستخدمها بعد كده في الرساله بتاعتي او في البيبر. طب هضيفها ازاي؟ في كذا اوبشن. اول حاجه احنا لو جينا فتحنا من فايل هنلاقي فيه كلمه اد فايلز، اد فولدر، حاجة اسمها واتش فولدر، وفي اد انتري مانوال. دي الحاجات اللي اقدر اعملها من الجهاز نفسه، غير من الديسك توب، قصدي من الكمبيوتر نفسه وهو مثلا اوف لاين. غير بعد كده هنشوف دلوقتي في حاجات اقدر اضيفها من النت دايركت، ودي اللي اغلبنا هيستخدم. طيب انا عايز اضيف ملف، هدوس اد فايلز. كنت انا بعت لحضراتكم ملفين كده، فنقول مثلا ان احنا عايزين نضيف واحد منهم، هقول له اوكي ضافهولي. تمام. طيب ممكن اقول له انا عايز اضيف فولدر كامل اصلا، هات فولدر، هيقول لي انت الفولدر ده عايزه فين، اختار المكان بتاعه. هيضيف لي طبعا في واحد احنا ضايفينه قبل كده، فهيضيف لي التاني. طيب في حاجة جميلة جدا في المندلي، ان انا ممكن يكون في فولدر هو اللي دايما بستخدمه. يعني انا فولدر ده موجود في الفولدر بتاع الرساله بتاعتي مسميه بيبرز، اي بيبر بتعجبني بنزل لها PDF واحطها في الفولدر ده. هل كل مره لما انزل بيبر هقعد افتح الفولدر او اقعد اد فولدر ولا اد فايل؟ لا، في اوبشن بقى ان انت تقول للمندلي واتش ذيس فولدر. يعني ايه واتش ذيس فولدر؟ خليه متشاف عندك، اي حاجه اضيفها يبقى دخلها اوتوماتيك عندك. ماشي. بنختارها برضو، يعني هنا في الديسكتوب مندلي ريسكو انا مختاره ان احنا عايزين الوركشوب ده، انا عايزك تشوفه لي، اقول له اوكي. تمام بيضيفها، بس هو في مشكله ان هو هيكون بيضيفها في الاول ديكمنتس بتاعتك مش في التريننج. فحضرتك بعد كده هتعوز تجيبها من احنا مش ضايفين حاجه جديده، يعني بعد كده هنعوز ندخلها. طب في اوبشن كمان عندنا، ان انا ممكن ببساطه الفولدر بتاعي، يعني انا
ادي الديكنس بتاعتي، ممكن عن طريق دراجنج. يعني ايه دراجنج؟ يعني هاجي هنا اقول له انا عايزه ده، هحطه في الميدل، تمام، هشيله وادوس على الماوس واشيله واحطه عندي، بيدخل على طول. ماشي. طب في حاجه كمان، انا ممكن اضيفه مانيولي اصلا. يعني ايه اضيفه مانيولي؟ يعني ادوس اد انتر مانيولي، تمام، هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي الشاشه دي. هقول لك انت عايز تضيفه ازاي. هل هو جورنال ارتكل؟ اول حاجه النوع بتاع جورنال ارتكل، احنا موست كومن جورنال ارتكلز، تمام. طب عنوانها ايه؟ الاوثرز بتوعها مين؟ الجورنال اللي اتنشرت فيه، السنه، الفوليوم، ايشو، من صفحه كام لصفحه كام. لو ليها يو ار ال، لو ليها لينك تحطه، لو ليها دي او اي، والدي او اي ده مهم جدا انه يتحط في الريفرنسز، لان هو بيساعدنا ان احنا نتاكد من صحه بيانات الريفرنس. ده هنشوفه دلوقتي، تمام. طب لا، انا مش عايز اضيف اصلا، انا عايز اضيف بوك او بوك شابتر، ودي عايزين نركز عليها لان كتير قوي في رسائلنا بنجيب المعلومات من كتب. ماشي. مشكله في الريفرنس للكتاب، انت ما ينفعش تعمل الريفرنس تقول انا جايب مثلا من كتاب الابيديميولوجي. طب الكتاب دوت بيبقى 600 صفحه، ده تكست بوك، لازم تحدد جبت من انهي شابتر ومن صفحه كام لصفحه كام، عشان زي ما قلنا اللي يرجع للمعلومه يعرف يفتح الكتاب يوصل للمعلومه اللي هو عايزها. فمثلا انا هستعين ببوك شابتر، مثلا الشابتر كان اسمه بابليك هيلث مثلا، خلاص. الاوثر بتاع الشابتر ده اسمه ايه؟ تمام، بيبقى كل شابتر موجود فيه الاوثرز بتوع الشابتر نفسه. طب الكتاب اللي انت جبت منه اسمه ايه؟ مثلا كتاب ابيديميولوجي، الكتاب اتنشر صف سنه كام، والبيجز بتاعت الشابتر ده او السكشن ده من كام لكام. اوكي، لو عايز تحط تاجز حطها. الشابتر مثلا كان شابتر رقم 21، الكتاب دوت ثيرد اديشن، الايديتورز بتوع الكتاب، ودول اللي هما بيكون اسمهم في اول صفحه من الكتاب، اللي هما بنسميهم مؤلفين الكتاب مجازا، الببلشر. انا اشمعنى البوك شابتر قلت عليه مانوال كمان؟ لان غالبا البوك شابترز بندخلها بايدينا. لما تيجي تدخل بي دي اف، انت عندك، انت جبت معلومه من كتاب، هتدخل الكتاب في المندلي از بي دي اف، الريفرنس هيبقى لايه؟ للبوك كامل. انا مش عايز اعمل ريفرنس للكتاب، انا عايز للشابتر ده. فساعتها مانوالي بنعدل، بقول ان ده بوك سيكشن، سيكشن كذا، واعدل البيانات بتاعتي. طيب ايه تاني عندنا نضيف بيه؟ ممكن بدل ما اقعد ادوس هنا في الايكون ديت، لما بندوس عليها نضيف فايل فولدر ولا روتش فولدر، ولا هضيف الداتا مانوالي، تمام. طيب افترضنا بقى ان انا دلوقتي الحاجه مش عندي اصلا على الديسك، على انا لسه بدور في النت او كده، هعمل ايه؟ هنفتح النت بتاعنا عادي جدا، تمام. دي دكاتره صفحه المندلي بتاعتي، صفحه سوري الويب سايت بتاع المندلي. ماشي. انا هعمل ساين ان، كنت عامل ساين ان. في حاجه اسمها مندلي لايبرري، ديت يعني مش هقول طبعا ان هي زي الباب ميد ولا الحاجات ديت، لان هي مش سبيشالايزد، ولكن فكرتها ايه؟ ان اي دوكيمنت اتعمل له ريفرنس قبل كده، او اي دوكيمنت موجود تبع مثلا السيفير او الحاجات الببلشرز الكبيره، ممكن ادور عليه من هنا. فزي مثلا كوفيد 19 هدور عليه، هيطلع لي السيرش ريزلتس. طب ده ايه ده؟ هنا ممكن يقول لك ايه؟ انت عايز 12 سنه كام؟ ماشي. ايه الدوكيمنت تايب؟ عايزه جورنال ولا كونفرنس ولا ويب بيج ولا بوك سيكشن؟ اتنشر في انهي جورنال والاوثرز والكلام ده كله. ممكن نعمله سورت موست ريليفنت ولا موست ريسنت ولا موست سايتد، اكتر حاجه اخدت سايتيشنز مثلا، تمام. هاجي اقف هنا، هنا بيقول لي ده ليه بي دي اف، هدوس بس على اد تو لايبرري، اضاف. طب افرض انا عندي بيبر انا عارفه عنوانها اصلا، ماشي، فبدل ما اقعد ادور عليها واجيبها من باب ميد وادخلها، انا ببساطه هكتب عنوان البيبر اللي انا عايزاه، هتطلع لي وهقول له اد تو لايبرري، وخلصنا على كده. طيب في حاجه تاني ممكن تساعدنا؟ زي مثلا دورنا في ندخل على الباب ميد، انا هعمل سيرش في باب ميد على كوفيد 19 سيرش، تمام. طبعا طلعت لي سيستماتيك، قلنا اول واحد دوت انا عايز
ادخله في الريفرنسز بتاعتي، اقف ادوس عليه فتح. ازاي هضيفه من السايت دوت او من السايت بتاع المجلة او حتى من جوجل من اي مكان لللايبرري بتاعتي اللي انا هستخدمها بعد كده في السيتيشن. احنا ببساطة في عندنا حاجة اسمها مندلي ويب امبورتر اللي انا قلت لحضراتكم بنعملها انستليشن في اول كده، اجي اقف عليها ادوس عليها هيقول لي دلوقتي في بيبر اللي انت غالبا واقف عليها اسمها سيستماتيك ريفيو اوف كذا، والبي دي اف بتاعها كمان موجود، هي دي اللي عايزها ولا لا؟ لو هي اللي انا عايزاها يبقى انا هعمل عليها صح. هيقول لي كمان في نفس الصفحه دي احنا لقينا 11 ريفرنسز، ال 11 دول ممكن يبقوا الريفرنس بتوع البيبر دي، ممكن تبقى حاجات اللي هي السجيشنز بتاعه الباب ميد، فانا اقراهم. ممكن الاقي حاجه عن ابيديميولوجيكال اند كلينيكال كاركترستكس، لا ممكن تفيدني فعلا، تمام، وهكذا اعلم على الريفرنسز اللي انا عايزاها واقول اضيفها. طب قبل ما يضيف انا هضيفها على ماي لايبرري ولا ممكن مثلا اضيفها على فولدر من الفولدرز؟ فاحنا كان في فولدر عاملين اسمه تريننج، مش ظاهر دلوقتي، تمام، مثلا هنضيفه على اي فولدر من الفولدرز الموجودة وهقول له اد. هرجع للويب للمندل بتاعي ادور عليهم، احنا حطيناهم على الفولدر ده مش هنلاقيهم، يعني انت لو حطيتهم في فولدر كده بس مش هنلاقيهم، لازم نعمل سينكرونيزيشن. لما ادوس سينكرونيزيشن هيجيب لي تحت، اصلا هو بيدور على الديكيمنتس اللي انت جبتها من النت ودخلتها، فبيبدأ يقول لك كم فولد كم حاجة جديدة مثلا ضفها وبيضيفها لنا، يعني بيضيفها على اللايبراري بتاعتك، تمام. ماشي. طيب انا دلوقتي كنا بنتكلم على ازاي نضيف الريفرنسز من النت، يا اما انا هستخدم الويب امبورتر. طب في حاجه تانية غير الويب امبورتر ممكن استخدمها؟ اه، دايما في المواقع دي بيبقى في كلمه سايت او اكسبورت ريفرنس مثلا، تمام. فانا هنا الريفرنس موجود، ممكن اخده كوبي بيست وادور عليه، او ممكن احطه في ال بناخده نحط مثلا اقول له اعمله لي داونلود. الفايلز دي اسمها تكست فايل، هنشوف دلوقتي ندخلها ازاي، بس انا هوريكم بس مثال لحاجة تاني. انا عايز اعمل مثلا citation لويب بيج دي ال WHO، نقول health topics مثلا air pollution، طيب انا قريت هنا يعني في الاوفر فيو دوت، انا ده اللي انا عايز اعمله، جبت كلام من هنا وحطيته، عايز اعمل له ريفرنسنج. نفس الكلام ويب امبورتر هيقول لي في ده هعلم عليه خلاص. الشيء دوت عايزين نحطه في فولدر تريننج، اقول له اد خلاص. طيب نيجي مثلا نفس الريفرنس ده اشوفه مثلا، هو بيقول ان هو موجود في السفير، اشمعنى السفير اللي هفتحها؟ اقول لكم دلوقتي كل الجورنالز اللي تبع السفير بقت فيها اوبشن انك اد تو مندلي على طول، هدوس اد تو مندلي هيفتح لي الويب امبورتر بتاع مندلي. انا عايز اضيفه على تريننج، اه ضيفه لي، ضيفه، تمام. طيب عايز اضيف هنا في المجلة نفسها مثلا اعمل له سايت اقول له اكسبورت تو ار اي اس، واحنا دايما اللي احنا بنعملهم اكسبورت اما ار اي اس اما اللي هو البيبتكس ده، فبينزله لي كملف كده عشان نشوف دلوقتي هندخله ازاي. ماشي. طيب
نرجع تاني. بس انا اصح حسن توهتكم شوية. احنا دلوقتي عملنا ايه؟ احنا عايزين نضيف ملفات للدوكيمنت بتاعي، فاما ان انا هضيفها من فولدر موجود اوريدي عندي اد فايل او اد فولدر، او فولدر معين هخصصه ان اي بيبر تنزل فيه تنزل لي على طول على المندلي بتاعي، تمام؟ او ان انا ادخل مانوالي بالطريقة اللي اتعلمناها. حاجة تاني، انا دخلت على النت ودورت ولقيت حاجات في فيتشر اسمها ويب امبورتر، بدوس عليها بتقول لي البيبر دي هي اللي انت عايزها مش هي اللي انت عايزها، هقول له اوكي. بس هخلي بالنا من حاجة، عشان تجي لي هنا في التريننج فولدر لازم ادوس سينكرونايزيشن. تمام، ضاف لي الحاجات دي. طيب انا عايزه اقول لحضراتكم حاجه، حاجه زي الاير بوليوشن دي ما فيهاش اي بيانات اصلا، بيقول لي دي اسمها ويب بيج وعنوانها اير بوليوشن. دي بقى الحاجه التانية المميزه في مندلي، ان احنا نقدر نتاكد، واللي احنا لازم نعملها. ما هي مشكله الريفرنسز ان انا لو رحت حطيته كده في الوورد هيطلع لي عنوان بس، ملوش هيطلع نو اوثر ونو يير وكل حاجه، ده مش مظبوط. فاحنا لازم نراجع الريفرنس بتاعتنا اللي دخلناها. انا دخلت ده دلوقتي، هدوس سيرش، هو هيروح عمل لي سيرش بايه؟ عمل لي سيرش باللينك اللي انا حطاه. احنا المفروض نتاكد هل الريفرنس ده مظبوط؟ لا، الريفرنس ده مش مظبوط اصلا، تمام. طب حلها ايه بقى؟ هقول له عمل سيرش تاني برضو مش موجود، ففي الحاله دي الافضل اصلا ان احنا نشيله وندخله منه. طب نشوف مثال تاني عندي، مثلا ده نفترض ان انا هشيل منه السنه، تمام، هشيل الاوثر او الاوثر هكتبه اي كلام خلاص. فالبيبر دي هل المعلومات اللي فيها صح ولا غلط؟ عايزه اتاكد ان البيبر بتاعتي مظبوطه ولا لا. في حاجه اسمها اوبشن اسمه لوك اب بالبي ام اي دي او الدي او اي، فيها نلاقي علامه زي عدسه، لما ادوس عليها كده بيبدا يدور على البيانات على النت ويكمل لي الداتا، تمام. طيب حاجة تاني، هنا احيانا كتير بيقول لي اصلا الديتيلز بتاعتك فيها مشكلة اعمل سيرش، فانا اقول له ايوه سيرش، هو راجعها وبيقول لك ان مفيش مشكلة. طيب خلينا نقول افرض انا حطيت بيبرز كتيرة ومش عارف مين فيهم اصلا اللي محتاج كده، المندلي في اوبشن عنده حاجة اسمها نيد ريفيو، يعني هو بيقول لك البيبرز دي انا حاسس ان فيها مشكلة محتاجة تتراجع، فاما ان انا هفتحهم واحدة واحدة وادوس على كلمة سيرش مثلا يبدأ يصلحها لي، او ادوس عليها واشوف لو ليها الدي او اي نمبر بتاعها اعمل لوك اب بيكمل لي بياناتها، او ببساطة هحددهم ظللهم دوس كنترول ونختار كذا واحدة مثلا، وهقول هدوس كليك يمين ابديت ديتيلز، هو عمل سيرش بالداتا اللي عنده بحيث عمل ابديت لكل الريفرنسز. مثلا انا في الفولدر بتاعي مثلا كان فولدر هنا عندي اسمه سوشيال ميديا، الفولدر ده كله هظلله. مثلا انا البيبر بتاعتي كتبت الريفرنسز بس حاسس ان الريفرنسز فيها مشاكل، يا اما هراجعهم واحد واحد لو هم قليلين هراجع الداتا بتاعتهم، يا اما انا هظللهم وادوس كليك يمين ابديت ديتيلز، هو كل واحد لوحده ويصلح لو في اي غلطات، يعني كان في حاجات مفيهاش السنة وحاجات كده هو صلحها وظبطها لك، تمام. طيب هنرجع للبرزنتيشن بتاعنا نشوف النقط عشان لو في حاجة وقعت مني اقولها لكم، او لو في حاجة مش واضحة نقولها سوا ان شاء الله. How to add documents، يا اما manual entry وعرفناه بنعمله ازاي، يا اما لو عندي بي دي اف فايلز هدخلها باوبشن ان انا اللي هو ادخل او واتش فولدر الويب امبورتر، وده اكتر حاجه احنا هنستخدمها. وفي نقطه اللي هي الامبورت تكست فايلز. تكست فايلز دي عباره عن ايه؟ لو حضراتكم تفتكروا انا كنت دخلت على المجله وقلت له داونلود فايل وقلنا الاكستنشن بتاعه ريس، هنا عندنا اوبشن اسمه امبورت ان انا ممكن ادخل بيبرز لو هي نازله عندي على الجهاز
الاكستنشن بتاعها البي اي بي او الاكس ام ال اللي هي دي بتاعت الاند نوت ار اي اس. احنا كنا نزلناه بصيغه ار اي اس، ندوس عليها تنزل عندي في الداونلودز اهي موجوده، اختارها ادوس اوبن الاقيها نزلت. تمام. طيب في سؤال، انا لو انا شغاله اصلا على اند نوت تمام واللايبراري بتاعتي قررت اعمل شيفت للمندل، عايز انقل كل الديكيومنتس الموجوده في الاند نوت للمندل، هل ده ممكن؟ ايوه طبعا ممكن. هندخل في الاند نوت في اوبشن اكسبورت او اللي هي سيف لايبراري المسجله، واعتقد اكستنشن بتاعها بيبقى اكس ام ال. هاجي هنا هدوس فايل امبورت وادخلها برضو عندي بالاكستنشن بتاعها اللي مكتوب. تمام. طيب how to add documents، دي الاوبشنز اللي احنا قلناها، manual entry، watch folder، drag and drop، web importer، وان احنا نسيرش في المندي الكتالوج نفسه. ودايما يا جماعه don't forget to synchronize. ليه؟ فكره في حاجه، احنا لما نيجي نشتغل على النت لو ما عملتش synchronization مع الديسكتوب الحاجه بتاعتك استيل موجوده ما ضاعتش، ولكن موجوده على المندي الويب على الاونلاين فيرجن بتاعتك. عشان تنقلها للاوفلاين فيرجن او على الديسكتوب لازم تدوس على الزرار بتاع synchronization اللي هو موجود عندنا هنا اللي لونه اخضر فوق. how to import text file، ودي قلنا لو احنا سهل قوي ان احنا نجمع حاجه. تمام. طيب انا استاذنكم عايزه اتاكد بس ان الدنيا واضحه، فلو حد عنده مشاكل في جزئيه اضافه الفايلز او اثناء ما هو كان بيشتغل قبل كده كانت واجهته مشكله في ان هو يضيف ملفات معلش يقول عشان نوضحها دلوقتي قبل ما ننقل للنقطه دي. في اي مشاكل؟ طيب عامة هو في زي اكسرسايز كده هنعمله ان شاء الله بس نخلص نقطة الاورجنايزيشن. مانج يور لايبرري، يعني ايه مانج يور لايبرري؟ اللي احنا ازاي بقى نرتب المكتبة بتاعتنا دي. تمام. ودي كنا قلناها اساس ان احنا بنوصف ال، انا بس عايز اعرف السكرين باين عندكم ولا لا؟ طيب تمام. تمام كده الدنيا وضحت ماشي. managing your library، احنا عايزين دلوقتي المكتبة بتاعتنا دي نوضبها زي ما قلنا. انا دلوقتي اهم حاجة اعرف الفولدرز بتاعتي ديت عشان اعرف استخدمها ازاي. all document بيبين لي كل الدوكيومنتس اللي عندي، recently added الحاجة اللي اتضافت جديد، اللي يهمني منهم الحاجات اللي محتاجة ريفيو عشان نعمل ابديت للريفرنسز دي عشان تتنقل بعد كده مظبوط. تمام. و how to create new folder، وفكرة التاجز ان انا اعمل تاج لكل ريكورد عندي عشان اعرف ارجع له بعد كده في الفلترز بتاعتي. و how to filter your references، انا عندي هنا في المندل يا جماعه ممكن نعمل سيرش الحاجات. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عايز ادور البيبرز اللي ريليتد ل انتي ميكروبيال ريزيستنس مثلا. انتي ميكروبيال، تمام. بيبدا يجيب لي هنا في السيرش بتاعك كل الحاجات اللي فيها كلمه انتي ميكروبيا. طب لا انا مش عايزه كده، انا عايزه ايه؟ عايزه حاجات اللي التايتل بتاعها فيها انتي ميكروبيا. هاجي اختار التايتل انتي ميكروبيا. تمام.
طلع لي حاجات كتير برضو. طيب انا لا عايز احدد اكتر الحاجات الانتي ميكروبيال بس اللي منشورة مثلا سنة 2017، هيجيب لي الحاجات 2017 بس. ماشي. طب لا انا عايز حاجات الانتي ميكروبيال اللي انا كنت عاملة عليها فيها نوت مثلا معينة، لو انا عاملة لها ديسكشن انا مفيش حاجة عاملة عليها نوت، بس ايا كان احنا هنا اوبشن السيرش هيسهل لك ان انت تختار تدور بايه بالظبط، هل بالابلكيشن نيم ولا تايتل ولا الير ولا بكله. وبرده ما ننساش ان احنا هنا ممكن نرتبهم من صغير للكبير او من كبير للصغير. تمام. انا عندي مثلا بيبر دي وكتير قوي بتظهر معانا المشكله ديت ان مثلا خطوطها صيني، بس البي دي اف بتاعها موجود غالبا، دي حاجه دخلت بالغلط. تمام. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعنا. من الحاجات المهمة قوي أنا في حاجتين عايزة أنبهكم عليها. أنا دلوقتي اللايبرري بتاعتي بعد ما عملتها لازم أعمل تشيك فور دوبليكيتس، ما يبقاش عندي ملف متكرر كذا مرة. ليه؟ لأن لما أجي في الوورد أدخل الملف ده ممكن مرة أختار السورس رقم واحد ومرة أختار سورس رقم اتنين، رغم إن هما الاتنين نفس السورس ولكن الاتنين هيتكتبوا لي كرفرنسين مختلفين، ده طبعا احنا مش عايزينه، احنا البيبر المفروض بتريفرنس مرة واحدة بس. فنعمل تشيك فور دوبليكيت. الحاجتين اللي انا عايزه اطلع بيهم من موضوع adding documents او building your library حاجتين: how to check your reference، انك تتاكد ان هو مفيش في مشاكل، ان هو مظبوط. بنحاول دايما ان احنا نعمل تشيك بايه، لو في DOI او لو في data اقدر اجيب منها بجيب منها. طب لو مفيش اتاكد منه مانوال، ما نحسبش يعني الريفرنسز الفاضيه دي كلها مشكله، لما اجي احطها هتبان عندي فاضي، هيبان لي عنوان بس، احنا ده مش عايزين. احنا قلنا ريفرنس لازم نعرف له عنوان وسنه وكل حاجه. تمام. يعني ادي الريفرنس ده موجود عندي فاضي ما فيهوش اوثرز ولا فيه سنه ولا فيه اي حاجه، ما ينفعش. هقول له راجع لي البيانات بتاعته، راجعها، جاب لي اسم الاوثرز بتوعه، جاب لي سنة كام والمعلومات بتاعته. طبعا احنا لازم نتأكد ان هي حاجة، هو مشكلته ان هو يظهر ريفرنس مش انجليش اصلا يعني. تمام. فنبدأ ندور، لو هو مكتوب بطريقة مش مظبوطة احنا يعني ترجع له بقى للسايت بتاعه وتظبطها مانوال. اهم حاجة الحاجة عندنا تبقى متظبطة. حاجة زي دي مثلا اقول له سيرش، مفيش بيانات عنها الحاجه، لو ملهاش بيانات يعني ملهاش يو ار ال ولا ليها دو اي ولا كده، هو مش هيقدر يجيب لك، مش هيقدر يعمل ابديت ليها، بس اللي ليها يقدر يدور عليها ويجيبها لنا اهي. طيب الحاجه التانية اللي احنا عايزين نعملها حاجه اسمها تشيك من تولز، تشيك فور دوبليكيتس. قال لي انت عندك البيبرز دي في منها اتنين او في منها اكتر، اقول له خلاص ده كونفيرميشن، هقول له كونفير 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 كده كل البيبرز اللي كان فيها منها اتنين او اكتر ضمها على بعضها، فبالتالي اللايبرري بتاعتك بقت نظيفه وجاهزه. ماشي. طيب دلوقتي المفروض انا كنت عايزه من حضراتكم تدخلوا او تعملوا بنفسكم اكسرسايز. انا كان في ملف بعته الفولدر قصدي بعته لحضراتكم في الايميل. ماشي. انا دلوقتي ايه عندي مدياكم 5 documents كده، انا عايز احطهم في المكتبه بتاعتي في فولدر عشان بعد شويه هنحطهم وزنز تكست. اوكي. طيب احطهم ازاي؟ هو مديني عناوين بس، وده اللي احنا بنلاقيه. انا مثلا بيبقى عندي بيبر مكتوب فيها عنوان بيبر تانية، انا البيبر دي اللي عايزه اوصلها واحطها ريفرنس. اوصلها ازاي؟ اول حاجه WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Strategy، دي مش موجوده عندي، هعمل لها كوبي وهاجي عند جوجل. ممكن ببساطه ادور في جوجل نفسه، اكتب بيست واقول له دور لي عليه. فتحت عندي اول صفحه، دي صفحه موجوده تبع WHO، هدوس عليها خلاص تطلع ايه، طلع كتاب او طلع حاجه زي ريبورت. في حاجه من حاجتين، يا اما ان انا هدوس الويب امبورتر هنا
وهيقول لي ده في حاجة كتاب اسمه كذا كذا كذا. اقول له طب تمام، انا ده اللي انا عايزاه. اد اوكي. ارجع بقى لللايبرري بتاعتي اللي موجودة في مندلي، احنا مدخلين في تريننج زي ما اتفقنا لازم اعمل سينكرونيزيشن عشان نضيفه ده. لقيته ضاف لي حاجة هنا بس مش موجود فيها اي داتا، يعني مين الاوثر بتاعك؟ هي اصلا عبارة عن جورنال ارتكل، هي مش جورنال ارتكل اصلا، تمام؟ فبالتالي البيانات اللي فيها مش مظبوطة. طب نسيبها دلوقتي ونجرب ندخل بطريقة تاني. انا هنزل الملف او الريبورت ده عندي، خلاص نخليه سيف لنا برضو هنا سيف، وهاجي هنا هقول له اد او اخده من الفولدر دايركت احنا نزلناه هو ده، تمام؟ هاخده اضيفه في المنيو. ضافه بطريقة ايه؟ ان انت ان هو دوت عبارة عن برضو ضيف، ان هو جورنال ارتكل وهو مش جورنال ارتكل. يبقى انا هنا عندي مشكلة، دي مشكلة الحاجات اللي بتبقى جايبة. يعني احنا خاصة في الصحة عامة حاجات كتير الريفرنس بتاع الدبليو اتش او دي ما بتبقاش مظبوطة بسبب الموضوع ده. فحلها ايه؟ اراجع الحاجة بقى بايدي. انا الجلوبال استراتيجي اوف كونتينر اوف انتي مايكروبيال ريزيستنس هفتحها كده وابدا اقرا. هو ده اصلا عبارة عن ايه؟ ده غالبا ريبورت، ماشي؟ احيانا كتير لو انا مش عارفة ده ريبورت ولا كتاب ولا ايه بالظبط، بيبقى مكتوب الداتا بتاعته في اول صفحة كده، ولكن خلاص نعتبره ان هو كتاب بوك. طب مين الاوثر بتاعه؟ ال World Health Organization، ماشي نخليها World Health Organization. العنوان اسمه ايه؟ Containment WHO Strategy for كذا سنة كام. ادور بقى على البيانات عندي في السورس اللي عندي سنة 2001. طب اوكي ماشي سنة 2001 سنة البيجز من 1 ل 105. طب طبعا احنا مش هاخد الكتاب ده كله، انا يوم ما هكتب مثلا كتبت في الشابتر الفلاني، فيبقى هو الشابتر ده بس اللي اعمل له زي الشابتر مثلا 3 اسمه هوسبيتال، هبدا اكتب ان هو بوك سيكشن وادخل اني سيكشن كان اسمه ايه، كان اسمه هوسبيتال. موجود فين هو كتاب؟ الكتاب اللي اسمه كذا، الاوثر او الببلشر بتاعه World Health Organization وهكذا، تمام؟ قصدي ان احنا لازم نراجع مانيوالي مش مجرد ان احنا دخلناها وخلاص. طيب نشوف حاجة تاني. طيب الحاجة اللي بعد كده مثلا دي شكلها بيبر، هناخد برضو العنوان بتاعها وهقول له كوبي، هدخل على جوجل واقول له دور لي عليها طلعها لي the threat of ده العنوان فعلا اللي انا بدور عليه. هل هما نفس الاوثر؟ اه نفس الاوثر. ادخلها ازاي دلوقتي؟ يا اما اعمل داونلود بي دي اف وادخلها عادي كفايل، او هعمل داونلود بي دي اف واخليه في الواتش فولدر اللي انا محدداه ان هو يقراه، تمام؟ او اشوف سايد ذيس ارتكل اجرب ادوس عليها فهيقول لي ممكن تداونلود السيتيشن، ممكن بالدي او اي. طب انت عايز ايه؟ انا لو نزلتها دلوقتي هتنزل لي كملف ار اي اس، اقدر اعمل له امبورت في المندل. او ببساطه ليه كل ده؟ ادوس ويب امبورتر، هيقول لي عايزه في اني فولدر، اقول له اه انا عايزاه في التريننج دوت، بيقول لي معاه البي دي اف، خلاص تمام نزله لي على البي دي اف، هقول له اد. نرجع لللايبراري بتاعتنا لما يضيفه، ماشي تمام ضف، نعمل سينكرونيزيشن. طب احنا مش هنقعد نعمل يعني في واقع الشغل مش نعمل سينكرونيزيشن لكل واحده لان هي بتاخد وقت. لما نيجي نشتغل بندخل كل حاجه، وبعدين يعني بالويب امبورتر كل الحاجه اللي انا حاساها مهمه بالنسبه لي ادخلها، بعدين اعمل السينكرونيزيشن دوت عشان تنزل مره واحده. اه هي نزلت هنا ده بيقول لك يعني احنا دلوقتي مش عارفين ديتيلز ار كوريكت ولا لا، اعمل لها سيرش. اقول له طيب ماشي ليها دي او اي، هعمل سيرش في دي او اي، كتبها لي ان هي جورنال ارتكل بالسنه خلاص ماشي. الريفرنس اللي بعده كذا 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 ذا جلوبال ثريت اوف انتي ميكروبيال ريزيستنس مش عارفه ايه، هاخد كوبي.
مش احنا قلنا كان في حاجة بدل ما ادور على جوجل، مش انا عندي موقع بتاع مندلي فيه اصلا كتالوج ممكن ادور فيه، هدخله العنوان دوت واقول له دور لي عليه، طلعه لي فعلا موجود، هقول له خلاص هو اصلا موجود عندي في اللايبراري اصلا، بس هو لو مش موجود مثلا هدوس اد ات لايبراري وهنضيفه على طول. تمام. طيب نفس الكلام هنا دوت مثلا دوت سيتويشن اناليسيس دوت هيبقى ريبورت يدخل لوحده، والانتي ميكروبيال ريزيستنس ده سيرفيلنس ده كان كتاب تبع دبليو اتش او نفس الكلام. خلي بالنا من الريفرنس اللي هي الويب سايتس، يفضل ان احنا نكتب اللينك بتاعها، يعني هنا انا مكتوب عندي اللينك هدخل هي دي ويب بيج. تمام. هل هي ويب بيج ولا انت نزلت البابليكيشن دوت؟ لا هو نزل لي البابليكيشن ده ريبورت، هقول له سجله لي في الريفرنس بتاعتي، انا عايزه هو ويب بيج مش ويب بيج، ضف لي طيب دوت، وبعد ما اضيفه هرجع المندلي اشوف هو اضافه ازاي. في حاجات بتبقى سهله في اضافتها زي الجورنال ارتكلز خاصه اللي هي دي او اي دي، بتدخل وبتبقى سهله وسهله انها تتراجع. مشكله في الكتب في الريبورت زي اللي احنا بننزلها من حاجات ال دبليو اتش او عشان البيانات فيها ما بتبقاش مظبوطه قوي، يعني ان هو ينقلها من المكان بتاعها المندلي ما بتبقاش مظبوطه، فدايما افتكر ان احنا لازم نعمل تشيك على الحاجات دي، لان هي مسؤوليه صحتها مسؤوليتك انت مش مسؤوليه البرنامج، يعني مش البرنامج هو الغلطان ان هو ما عملهاش مظبوط، لا احنا المفروض نراجع كل حاجه من نفسنا. فهنا الاوثر هقول دبليو اتش او لو هو ما فيش اوثر، لو الاورجنايزيشن نفسها هي الاوثر، بابليكيشن يعني بتدخل البيانات ديت، واهم حاجه زي ما قلنا الصفحه من كام لكام. ماشي. طيب هو احنا حاليا الجزء الاول اصلا من البرزنتيشن خالص، بس انا هراجع معاكم الكلام اللي قلناه من الاول. احنا اتفقنا ان احنا عشان نعمل سيتيشن لحاجه معلش في ناس بتسأل على الابليكيشن فورم كده، انا هبعت دلوقتي نراجع بس بسرعه، وقبل البريك هبعت تاني اللينك بتاع الاتندنس ده. اول حاجه اتكلمنا ايه هي الريفرنسز وليه بنعمل ريفرنسز وايه احتياجنا ليها، بعد كده قلنا ان الريفرنس عندنا بيبقى عباره عن ايه ستيتمنت، ودي الجمله اللي انا هكتبها اللي عايز احط في اخرها رقم او حاجه مختصره تدل على مكانها في الريفرنس ليست، فلازم يبقى عندي ستيتمنت، عندي سيتيشن، عندي ريفرنس. الريفرنس ده اتفقنا ان في اجزاء لازم تبقى موجوده فيه، ده عامل زي عنوان البيت لازم لما ابص عليه عارفه هو مين وايه وجاي فين ورايح منين. تمام. السيتيشن ستايلز اتفقنا ان المجلات والمؤسسات العلميه بتتفق على رولز كده معينه عشان تعبر بيها على الريفرنس بتاعك، في هارفارد والفانكوفر دول اشهر اتنين وتعرفنا عليهم، وفي ملايين الستايلز او مئات الستايلز خلينا ده، وكلها بالالكترونيك داتا بالالكترونيك ريفرنس مانجرز نقدر نغير الستايلز براحتنا. قلنا بعد كده عشان نعمل ريفرنس كويس لازم نبيلد دوكيمنت لايبراري، لازم يبقى عندي في السوفت وير بتاعي او في البرنامج بتاعي مكتبه تحتوي على الدوكيمنتس اللي انا هستخدمها بعد كده في ملف الوورد بتاعي، ودي اول نقطه اخدناها النهارده. اللايبراري بتاعتنا او اتفقنا ان المندلي عباره عن ايه، اتعرفنا على شكله ازاي يتحمل، وقلنا ان احنا لازم نحمل الويب امبورتر والوورد بلجن، اتعرفنا على الاجزاء بتاعته كلها وازاي نضيف الملفات، وده اهم حاجه في الجزء الاولاني. يبقى انا في الجزء الاولاني اهم حاجه ازاي ادخل الملفات عندي، وليها طرق كتيره مختلفه وكل واحد بيرتاح لطريقه، في ناس تحب تجمع البي دي افس في فولدرز وبعدين تدخلها، في ناس تحب دايركت تدخلها من على النت، في ناس تحب تكتبها تدخل مانوال عشان تتاكد انها داخله مظبوط، وهكذا. وازاي ننظم اللايبراري بتاعتنا، ازاي نعمل فولدرز، ازاي نراجع المراجع بتاعتنا، نعمل تشيك فور دوبليكيشن ونعمل ابديت فور الداتا بتاعتها، ازاي نسهل لنفسنا ان احنا نوصل لحاجه ان احنا نعمل تاجز ان احنا نكتب نوتس، ودي هنتكلم عنها تاني في اخر الوركشوب ان شاء الله، والفلتر والسيرش بس كده ناخد بريك. تمام. هي دلوقتي الساعه 11 وربع، قبل البريك انا معاكم لحد الساعه 12، لو حد عنده اي اسئله او حد جه اشتغل ووقفت معاه حاجه يقول لي عشان نعملها مع بعضين.
انا بعت دلوقتي تاني اللينك بتاع الريجستريشن او كده. معلش انا لو كنت قلتي لي الدنيا انك تضيفي حاجه مش واضحه، جربي دلوقتي بايديكي شوفي بقت اسهل ولا لا. هي الحاجات دي تيجي باي براكتس طبعا، يعني احنا مره في مره بالتكرار الواحد بيبدا بقى يعرف الدنيا والحاجه تبقى سهله ازاي. بس انا الرساله اللي عايزه اوصلها لكم ورك شوب بتاع النهارده، ما تعتمدوش ابدا على برنامج، لازم واحد يعمل تشيك بنفسه، يعني لازم تراجع ان الريفرنسز كويسه في البرنامج نفسه، لازم تتاكد ان هي كويسه في ملف الوورد بتاعك. طيب دلوقتي بقى احنا خلاص عملنا اللايبرري بتاعتنا، المفروض ندخل على النقطة رقم 2، وهي ان انا عايزة اضيف التكست سيتيشن. يعني عندي كلام خلاص كتبته في الوورد، عايز اقول ان انا الكلام ده مرجعي رقم كذا، وان الكلام ده مرجعي رقم كذا. نعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة لازم نعمل انستليشن للمندلي، حاجة اسمها وورد بلوج ان. دي حاجة هتضاف عندي في الوورد، هي اللي هتساعدني هعمل سيتيشن. نيجي نشوفها في الوورد نفسه. ادي عندنا الملف بتاعنا اللي احنا قلنا عليه، ملف بتاع التاسك. تمام. هنعمل ايه فيه؟ هنبص على القائمة اللي اسمها ريفرنسز دي. المفروض بس في الاول نكون عملنا انستليشن للوورد بلوجين. هندوس عليها، هيظهر عندي هنا بيسموها مندلي سايت او متريك، اللي هي الفيتشرز او التول بتاعت المندلي في الوورد. فيها كام ايكون كده هنستخدمه. اول ايكون حاجه اسمها انسيرت سيتيشن، ودي اللي عن طريقها بضيف بقى السيتيشن بتاعي. اندو ان انا ارجع في كلامي وريفريش لحاجات هنستخدمها بعدين. انسيرت بابليوجرافي، دي اللي عن طريقها بضيف الريفرنس ليست بتاعي في اخر الملف. ماشي. واوبن مندلي هنا اللي هيرجعني للمندلي بتاعي، وهنا الستايل اللي انا هستخدمه. انا هفتح ملف جديد نشتغل عليه. تمام. فكمثال مثلا كتبنا اي جمله بغض النظر ايه هي الجمله دي، خلاص قلت خلاص، ورحنا كتبنا جمله تاني وجمله ثالثه. تمام. انا عايز ادي ريفرنس لكل جمله دي. اول حاجه الريفرنس بيتحط فين؟ بيتحط قبل النقطه. يعني انا خلصت الجمله وهروح الجملة بعدها أحط الكيرسر بتاعي أو اللي هي العلامة بتاعتي، بحطها بقى في السهم بتاعي هنا. أدوس على الريفرنسز أقول له insert citation، يعني أنا عايز أحط citation في المكان ده. هيفتح لي مربع صغير كده، هيقول لي أنت عايز تحط إيه، هتعمل سيرش بالأوثر بالتايتل أو السنة. المفروض أبقى أنا عارفة عنوان البيبر اللي أنا هاخد منها مرجع دي. تمام. طب افترضنا انا كنت ناسي اصلا، يعني خلينا يعني مثلا نكتب كوفيد، عندنا حاجات كوفيد خلاص، مثلا زي مايكروبيولوجي اوف كورونا فيروس، وهقول له اوكي. هيجي هنا ضيفهالي، ده اسمه ريفرنس، ده اسمه سيتيشن، سوري. خلاص يعني دي الستيتمنت بتاعي وده السيتيشن بتاعي، نزل على شكل كاتب اسم الاوثر والسنه. تمام. طيب جيت هنا قلت ده في ريفرنس تاني كمان، عملت ايه؟ عملت سبيس وضف لي الريفرنس تاني. تمام. خلاص قلت له اوكي. طيب نضيف ريفرنس كمان، او انا كنت فاكره ان في بيبر قريت عنها في كوفيد بس انا مش فاكره اسمها عنوانها ايه بالظبط. اعمل ايه في الحاله دي؟ ادوس جو تو مندلي، افتح لي مندلي بتاعي، هعمل سيرش. او مثلا انا عارفه ان الفولدرات بتاعتي كلها بس انا مش فاكره عنوان البيبر ايه. فمثلا دي دي كان اسمها انتيبيوتيك بريسكريبشن، دي انا عايز اخدها كريفرنس، هاخدها كوبي. تمام. وهرجع لملف الوورد بتاعي ادوس انسيرت سيتيشن، هتطلع لي هي، هقول له ضيف فاضي. طب احنا في غلط عندنا هنا في الريفرنسز، حد عارف ايه الغلط ده؟ يا ريت تشاركوني. يعني انا دلوقتي حطيت 3 ريفرنسز بالمنظر ده، ده صح ولا غلط؟ رأيكم ده صح ولا غلط؟ تمام. دكتورة منال طبعا not correct. تمام. حد تاني يقول لي صح ولا غلط؟
حد يشاركني يا جماعة الريفرنسز الثلاثة ريفرنسز اللي حاطينهم جنب بعضهم بالمنظر ده صح ولا غلط؟ يا دكتورة منال قالت غلط، طب حد يعرف غلط ليه؟ دكتورة منال طيب المنظر ده غلط ليه غلط؟ لان انا ما دام عامل ريفرنسنج لكذا حاجه او عامل سيتيشن لكذا ديكيمنت المفروض يبقوا كلهم جوه نفس القوس. طب انا غلطت وعملتهم كده ايه الحل؟ هل هرجع اعمل تاني او اصلا من الاول ليه طلعوا كده؟ احنا من الاول المفروض اللي اتعمل ان هم يدخلوا مع بعض، بس خلينا نحل المشكله او نحلها ازاي. هنظللهم هم الثلاثه، هيطلع لنا هنا اوبشن ايكون اسمها ميرج سيتيشن، هقول له اوكي ميرج سيتيشن، دخلهم لي كلهم جوه نفس القوس وده المطلوب. طب ما انا من الاول المفروض ادخلهم ازاي؟ المفروض من الاول ندخلهم بالطريقه دي، insert citation الريفرنس الاولاني بتاعي تمام، اكتب الريفرنس التاني على طول ما اطلعش وادخل تاني، هم كلهم يتكتبوا مع بعضهم مره واحده واقول له اوكي هيضيفهم لي هنا جوه نفس القوس. طب انا دلوقتي كاتبينها بالطريقه اللي هي بتاعه الاوثر والرير، لا انا مش عاجباني الطريقه دي، انا عايزاها بالفانكوفر اللي احنا نعرفه. كلمه ستايل هاجي عندها ادوس كده واقول له اعملها لي فانكوفر، هيحولها لي لارقام. ناخد بالنا من حاجه ان هنا من واحد لثلاثه احنا مدخلين ثلاثه ريفرنسز 1 2 3، هنا الريفرنس الاولاني مشترك مش هيديله بقى رقم اربعه، هيديله رقم واحد برضو وبعدها اربعه. طب افترضنا انا رحت الجمله دي بعدين او انا كاتب باراجراف كبير، يا حد قال لي لا خلي الباراجراف ده ابدا قبل ده، نعمل ايه؟ ناخده كت ننقله بالريفرنسز بتاعته. طب هتقول لي ما انا عندي مشكله، ما كده رقم اربعه جاي لي قبل رقم ثلاثه ينفع؟ اقول لك لا طبعا، ليه؟ اي تغيير في التكست نقلت ضفت عندك ملف وورد اخدت منه كوبي بيست للملف ده بالريفرنسز لازم ندوس كلمه ريفرش، اتفضلت المراجعة عندي بقى هنا 1 و 2 دي الأرقام المنطقية، بعدين 1 3 4 ما بقاش من 1 ل 3، لا احنا في ريفرنس في النص. تمام واضحة الجزئية دي؟ تمام دكتورة تغريد بتقول لي مش بيرتبهم، معلش دكتورة تغريد قصدي حضرتك مش بيرتبهم في ايه؟ السلام عليكم. ايوه اتفضلي دكتور تغريد معاك. الله يكرمك. معلش انا سؤالي، لما في الاول لما اشتغلنا على الهارفارد ستايل وكنا عملنا انسيرشن لاكتر من ريفرنس لوحده وبعدين حبينا نعمل ميرج، فالمفروض ان هو يترتبه بقى الفابيت ولا يترتبه كرونولوجيكالي الاحدث في الاول؟ هو بيحطهم بس بين نفس هو القوس الاحدث الاول؟ انا كتبتهم. لا لا هو انا اصلا ما كنتش في الاول، ما كنتش مختاره اصلا، كنا في شيكاغو مانيوال تقريبا او حاجه زي كده، بس دلوقتي حضرتك انا جبت هارفارد، لا هيجي يرتبهم من الاحدث للاقدم. يعني مش لازم ان انا اللي اختار بالترتيب الصح، يعني انا ممكن احط الريفرنسز الثلاثة اربعة اللي لا لا زي لا وهو هيصحح المفروض صح؟ طب نجرب مثلا دلوقتي حضرتك نرجع نحط شكرا. تاني مثلا. هي مريم جمال كانت لفتت نظرنا لحاجة ان احنا مثلا لما ندوس جو تو مندلي سي الريفرنس ده اللي انا عايزة احطه، ممكن نعمل له سايتيشن على طول من غير ما اخد كوبي بيست، بس انا حقيقي يعني مش عارفة قصد مريم ايه يعني. من فوق نيجي مثلا انا هحط الريفرنس ده هدوس سايت تمام حطهولي. طيب انا في ريفرنس تاني اهوت من غير ميرج برضو insert citation هقول له go to mendeley عايزين نحط ده، هقول site الاتنين 2017 هحط insert citation تاني go to mendeley ده ما كانش باين له سنة بس نخلي سنة وحاجة قديمة شوية مثلا 2002 تمام وهقول له site. تمام بقى عندي هنا ثلاثة هما برضو مترتبين ميرج سيتيشن، هما دول من الأول أصلا احنا مدخلين مرتبين، بس قصد الدكتور تغريد إن أحيانا أنا ما بدخلش بالترتيب، يعني أنا ممكن أجيب ده ندخل أي
بيبر من 2020، وبعدين هي طبعا 15 20 بداتا اكسس. تمام. هو الستايل برضو مش هارفارد يا مريم، احنا لو حابين نجرب على الهارفارد عند في لا الشاشة هو ده بتاعتي. الهارفارد. لا لا هو دوت اصلا، هو اصله اسمه كده سايزيم رايت هارفارد. تمام. فهنا انا كنت في دلوقتي دخلنا 2005 وبعدين 1994، هو رتبهم 1994 الاول وبعدين 2005 وهكذا. تمام. احنا دلوقتي هنقول لو في الريفرنس بتاعنا ليه كرايتيريا او شروط معينة ممكن احنا نتحكم فيها ازاي. بس عامة مين وين، نرجع تاني. انا عملت ريفرنسز، نعم، عرفت احطه ازاي، عرفت اغير الستايل اللي انا عايزاه بالطريقة اللي انا حباها، احنا نعمل ريفرش، وعرفنا ان احنا ازاي نعمل ميرج سايتيشن. تمام. طب انا خلاص السايتيشنز بتاعتي اخترتها اهو، عايز بقى اضيف الريفرنس ليست. بنيجي في اخر صفحة، ويفضل دايما ان هي ما تبقاش اخر صفحة بس، الافضل ان احنا نعمل بيج بريك، يعني نيجي عند بيج عشان تبقى صفحة جديدة للريفرنس او شابتر جديد. نكتب ريفرنسز، هاجي برضو في المندلي بتاعي هقول insert bibliography، هيحط لي الريفرنسز بالارقام بتاعتي. احنا هنيجي نبص عليها دلوقتي. بس افرض انا عايزة ارجعها هارفارد، طيب غيرت رأيي، هدوس هارفارد هيتحولوا كلهم لهارفارد. طيب لا، عايزة ريفرنس تالت خالص، اي حاجة تاني، اي حاجة تطلب مني سهل ان انا اعدلها. طيب نرجع للفانكوفر بتاعنا نبص عليه. مثلا دي كاتب لي العنوان وكاتب لي مش عارف ايه والمجله والسنه والنشر. نيجي عند حاجه زي هنا مثلا، حاطط لي الويب سؤال، انا عايز اصلا الويب بيج ولا مش عايزاه. ده بقى بيفرق. احنا ممكن نيجي هنا اوبشن، دوس مور ستايلز، خلاص في تحت حاجه مكتوبه انكلود يو ار ال اند داتا اكسس ان بيبليوجرافي ولا لا. هي دايما لازم تبقى موجوده لمين؟ للويب بيج. بس الجورنالز مش لازم تبقى موجوده ليها، يعني احيانا دي بتكتر اصلا الكلام وملهاش قيمه قوي ما دام احنا كاتبين الريفرنس كام. بس الويب بيج مهمه، لان من ضمن وير بتاعت الويب بيج اللي هو اليو ار ال بتاعها. فعلى حسب، في مجلات بتطلبها اللي هي بيبقى فيها كمان دي او اي، فساعتها هقول فور اول دوكيمنت. في مجلات مش مشترطاها او في الرسائل او كده، نحط فور ويب بيج اونلي. تمام. هنا اللانجوج ممكن نخليها الديفولت اللي هي حسب اللانجوج بتاعتها، او نشترط ان احنا عايزينها بالانجلش بس او بالعربي بس. خلاص هقول له ده. اللي حصل هنا ايه؟ اللي كان موجود فيه الدي او اي اتشال، بس مثلا السي دي سي، السي دي سي دي كانت ويب بيج اصلا. تمام. فعشان هي ويب بيج ممكن انا، تمام، في ناس طالبين اجزاء تانية، انا هنعيد ونزيد فيها دي. تمام. السي دي سي دي ويب بيج اصلا، فحصل ايه؟ كتبها لنا خلاص، وكتب بين قوسين ان هي انترنت، يعني انترنت بيج، و سايتد انا عملت لها سايتيشن يوم كام وافيلبل امتى. طب الديت اوف اكسس اللي هم بيسموها اكسس ديت او سايتيشن ديت مهم ليه؟ لان الويب بيج بتتغير، يعني الجورنال ارتكل مش هتتغير. هو واحد نشرها سنه 2017 بالداتا اللي فيها، لو جبتها في 2020 2030 هي هي نفس المعلومه، ولكن الويب سايت بيتغير. يعني انا ممكن دلوقتي معلومه على الصفحه باللينك ده، دي حصلت معايا في رسالة الماجستير، كان في ريفرنس حاطاه رقم واحد، أنا كنت عاملة له أكسس من سنة، البيانات اللي فيه لو عقبال ما جيت أناقش كانت اتغيرت أصلا. يعني ساعتها حد قال لي خلي بالك اللينك ده أصلا مش شغال، أو مش بيدل على المعلومة اللي أنت كاتباها. تمام. فدي من الحاجات اللي عشان كده الويب بيج لازم يتكتب هي أكسس أو سايتد إمتى. تمام. هنا نفس دي الريفرنسز بتاعتي. يبقى احنا أخدنا ايه دلوقتي؟ ان احنا ازاي ان تكست نحطها، سواء ان انا لو فاكر اسم البيبر بكتب له على طول عنوان البيبر هو يطلعها لي، او ان انا بقى جوتو مندلي واختارها اخدها كوبي وادور عليها، او اعمل لها سايت دايركت. ماشي. وعرفنا ازاي لو نقلت من مكان لمكان اعمل ريفريش. دي بس عشان اعلق. هنشوف لو في اسئله او في جزء مش واضح، معلش يعني اكتبوا لي جزء معين اوضحه. عقبال بس ما اوكي
تمام. طيب السؤال بقى التاني، افرض انا الريفرنسز دلوقتي عملتها بالستايل اللي هو فانكوفر، تمام، عايزه اغيره، بصيت في الليست هنا مفيش الريفرنس اللي انا عايزاها، اقول مور ستايلز، مجلات احيانا بتبقى كاتبه اسم الستايل اللي هي عايزاه، بس ده معلق مش عارفه مالك. طيب عقبال ما يرجع، احنا دلوقتي اتكلمنا عن سيتيشن اند بيبليوجرافي، لازم اول خطوه ان احنا هنعمل انستول للوورد بلوج ان، تمام، بعدين هنقف بالكيرسر بتاعنا هنا المفروض جوه جوه الكلمه في، هنعمل insert citation، عشان يطلع عندي ال citations ممكن نعملها modification. اه انا لو كتبتها هنا عايزة اغير اكتب ارقام الصفحات ما بين اقواس تبقى باينة عندي في ال reference بتاعي، ممكن اعملها، نعملها دلوقتي merging citations قلناها و more styles ان شاء الله، بس البرنامج يكون اوكي تمام. انا بس في سؤال هنا عندي، احيانا مع كوبي بيست بيحصل مشكلة في تغيير ستايل، لا هي الريفريش، هو المفروض الريفريش يعملها، تمام، حكاية ما بيحصلش المشكلة ديت، هي في مشاكل كده بتبقى individual يعني، يبقى ممكن نشوفها مرة. طيب انا دلوقتي احيانا وخاصة في حاجات احنا نرجعها هارفرد تاني، تمام، احيانا لو انا بكتب ملف لشخص يعني حد معين هيراجعه او كده وقال معلومات معينه، انت لما تيجي تحطي الريفرنس مش بس مثلا حطي لي الاوثر والعنوان، لا انا عايز كمان نقفله خالص، عايز مثلا كمان معاها نحط الصفحات، هي من صفحه كام لصفحه كام، هل في طريقه ان انا اوضح او اعدل فيها مانولي؟ اه، يا اما نقف عليها ونعدل دايركت، ماشي، احيانا بعوز اعدل الريفرنس نفسه، اكتب جنبه نوت، احط مثلا عدد صفحاته، اقول مثلا دي من صفحة واحد، مش كل البيبر دي من صفحة واحد لاتنين بس، هقول له اوكي، هيضيفها لي هنا، اه الاوثر اسمه كذا سنة كذا وبيج من 1 ل 2 بس، دي حاجات مانوال. طب انا ممكن اعدلها كده، اه ممكن اعدلها كده، يعني انا دي نضفت البيج دي عايز احذفها هحذفها، هيقول لي انت عايز مانوال اذن، اقول له اه كيب مانوال اذن، دي حاجه مش بنستخدمها مواجهه كتير، بس عشان لو حد وقع فيها اه احنا ممكن نعدل الريفرنس اللي انا حاطاه بالطريقه المطلوبه، بس دي واحده واحده، هوريكم دلوقتي ازاي لو عايزين الفايل كله مثلا نضيف او نشيل حاجه في الريفرنس. نرجع تاني اللي اخدناه، انا عشان اعمل انتيكت سيتيشن باجي في اخر الجمله احط انسيرت سيتيشن واختار اللي انا عايزاه، وباجي في اخر الدوكيمنت اقول انسيرت ادوس انسيرت بابليوجرافي عشان يضيف لي الريفرنس اللي انا عاوزاه. طيب الستايلز بقى، انا عندي شويه ستايلز موجوده، طب اقول له هات لي مور ستايلز كده عندك، هيروح في المندلي يقول لي اهي في ستايلز تاني موجوده، لو الستايل بتاعه الاسم موجود ماشي، يعني مثلا زي الاي اي اي هاي هارفارد مش عارف ريفرنس فورمات مش عارف ايه يونيفرسيتي النيتشر، خلاص ده انا هختاره وهقول له اوكي يوز ذس ستايل وخلصنا على كده. طب لا لو مش موجود هعمل سيرش، وسيرش على النت مثلا هل في حاجه اسمها في الاي بي اي مثلا، خلاص هيجيب لي حاجات الجورنالز، يعني مثلا نكتب وورد جورنال، احيانا بيبقى مثلا وورد جورنال اوف جاسترو انترولوجي، ده ليه ريفرنس ستايلز او ريكوايرمنتس فور ريفرنسز معين، هدوس انستول، انا هبعت بيبر في المجله دي، هدور هل هي اساسا الريفرنس ستايل بتاعها موجود ولا لا، لو موجود هعمل تمام، وبعد كده اجي هنا اقول له انا عايزه الريفرنس بتاع وورد جورنال اوف يوز ستايل، هقول له دن، هيستخدمه لي، فلما اجي ابعت للمجله هو ده الريفرنس اللي انتوا عايزينه، مثلا المجله دي باين ان هي طالبه البي ام اي دي نمبر وطالبه الدي او اي نمبر،
عشان كده اتكتب. تمام. طب فرضا المجلة كاتبة requirement ودخلت دورت عليها، تمام، حاجة مثلا شبه الهارفارد او مشرف مثلا قال لك، يعني مثلا من امثلة ان احنا اتفقنا احنا هنستخدم الهارفارد ستايل، تمام، استخدمناه دون، سوري ده مش هارفارد اصلا، الهارفارد خلاص استخدمناه. جينا مثلا عشان هنطبع وكده عايزين الانتيك سيتيشن دوت كلهم، كل الريفرنسز تبقى بولد وايتاليك، همشي عليها واحد واحد في التنسيق واعملها بولد وايتاليك، ماشي، بس هل في وقت لمتير ريفرنس ان انا اعمل كده؟ نوت لوجيك. او تاني حاجة احيانا مثلا هنا في الريفرنس اللي تحت اقول لك عايزين التاريخ يبقى بولد، تمام، وعايزين مثلا عنوان البيبر، او هنا بيبر المجلة مكتوبة ايتاليك، لا عايزينها مش ايتاليك عايزينها عادي. طب انا الحاجات دي لو هي مش موجودة في الريفرنس ستايل بتاعي ممكن انا اعدلها؟ اه، هنمشي عليهم منوال واحدة واحدة، مش منطقي. هاجي ادوس هنا مور ستايلز، الستايل اللي انا اخترته ده اللي انا عايزة اعدل عليه، هدوس كليك يمين وادوس edit ستايل، هيفتح لي حاجة تبع المندلي اسمها CSL Editor، تمام، Visual CSL Editor، ده في شركة تبع المندلي بتخليك تكستمايز الستايل according to your needs، هنشوف دلوقتي ازاي. سو معذرة يعني النت زي ما حضراتكم شايفين بطيء شوية، بس تمام. طيب بيقول لك ان الستايل اي دي كذا كذا كذا، هل احنا هنغير الستايل الحالي ولا كرييت نيو ستايل بيزد اون كذا؟ انا هعمل نيو ستايل بس بيزد على الستايل ده، هغير فيه حاجه وهقول اوكي. هيفتح لي الصفحه دي، الصفحه دي فيها ايه؟ فيها اكزامبل فور سيتيشن اللي هي ده ان تكست، واكزامبل فور بيبليوجرافي. فهاجي عند السيتيشن مثلا التواريخ، يا اما هقف عليها كله، هاجي هنا على الجنب حاجة اسمها جروبس، ماشي، فأنا عايزة الجروب كله بتاع الانتكست سيتيشن، تمام، أو عايزة اللاي أوت، عايزة اللاي أوت بتاع الانتكست سيتيشن كله، هقول له أنا عايزاه بولد وعايزاه ايتاليك، فأي حاجة في وسط الكلام لازم هتبقى بولد وايتاليك، تمام. هاجي بقى في البابليوجرافي اللي تحت، هقول له اللاي أوت العام بتاعه، لا أنا مش هغير فيه كله، أنا عايز أغير في التاريخ بس، تمام، year and date. اقف على ده كله، وهنا بيقولك عايز لونج ولا شورت ديت، غالبا احنا بنكتب اللونج ديت طبعا، تمام. يقول له ان انا عايزاه، سوري عايزاه بولد، خلاص، وباقي الحاجات برضو نقدر نغير فيها، ماشي. وخلصنا على كده، هقول له هو بيسيفه باي ديفولت مسميه مريم امين بابليك هيلث اند كوميونتي، انا ممكن اقول له سيف ستايل اوبن مندلي ديسكتوب، هيقول لك ان السايت دوت هو اللي سيلكتد. طب تعالوا نرجع بقى للديكمنت بتاعنا، هقول له انا عايز الجديد اللي انا عملته اللي اسمه مريم امين مش عارفه ايه، وهدوس لازم بعد ما اختاره ادوس ريفرش، اللي حصل عندي ايه؟ ان انا بقى عندي هنا الريفرنس كذا، و طيب نضيف ريفرنس تاني، ماشي، سيرت سيتيشن، ضاف لي الاتنين دول بنفس الشكل الجديد مش بالشكل القديم، انا خلاص غيرت الستايل، وهكذا. انا حاطه لكم لينك في اخر البرزنتيشن لان موضوع سي اس ال ايديتور ده طويل، ونقدر نغير اي حاجه، نقدر نضيف فيلد بتاع الدي او اي، نقدر نشيل، ونقدر يعني بيديك اوبشن انك تتحكم في اللي انت عايزه، كل الحاجات دي بنشتغل عليها، فهي محتاجه يعني هو الواحد بيتعلمها ازاي لما يواجهها، كل مره هغير اكوردنج تو ماي نيدز، تمام. فده
CSS editor how to. نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. احنا كنا اتكلمنا عن ايه؟ how to modify citations. في اسئلة؟ how to modify citation و how to merge citation والستايل بتاعنا ازاي نلاقيه، ازاي نعدله، ازاي ندور عليه. هو كان في تاسك دلوقتي ان احنا المفروض في الجزء الاولاني من المحاضرة كنا عملنا اللايبراري بتاعتنا، ماشي. الدوكيمنت دوت فيه تحت بقى الكلام، انا كنت كاتبه مثلا هايلايت رقم واحد ده عايزين نحط ريفرنس نمبر 1 اللي احنا حطيناه في المكتبه بتاعتنا، واثنين عايزين نحط ريفرنس رقم 2 وهكذا، مره نعملهم فانكوفر مره نعملهم هارفارد ستايل. انا هديكم وقت 5 دقايق او 10 دقايق الناس تجرب ايديها، هو ما بقاش حاجه يعني، هو ده من الشغل الاساسي بتاعنا ان احنا نعمل اللايبراري بتاعتنا، ان احنا نعمل سيتيشن، وان احنا نعمل الريفرنس ليست ونختار الستايل. فاحنا طيب ندخل على الجزء اللي بعد كده، انا شايف محدش بيسال حد. طيب قدر يعمل التاسك او يدخل الفولد الفايلز اللي احنا كنا اوريدي عملناها في اللايبراري بتاعتنا؟ تقريبا كان معانا دكتور ايمان كانت عاملاها. قدرنا نحطها في الملف ولا لا؟ نعمل تكست سيتيشن. يعني انا كنت عايزه الريفرنس مثلا اللي اسمه Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance، كنا عايزين يتحط مكان رقم 1. عامة احنا نعملهم، احنا اول ريفرنس كان Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance، انا هعمل له كوبي واجي هنا عند رقم 1 اقول insert citation. انا كانت موجوده عندي global strategy of كذا، تمام دوست اوكي كاتبها لي خلاص. طيب انا عايزاها فانكوفر، اخليها فانكوفر حاليا، تمام. رقم 2 دوت كان عندي الريفرنس اسمه ايه، فلان الفلاني من دعوه بالاوثرز، ناخد عنوان البيبر نفسها نعمل كوبي. insert citation. هنا عندي مثلا متكررة مرتين، لو مرة عملتها كده ومرة عملتها كده هتتحسب لي مرة رقم 2 ومرة رقم 3، عشان كده احنا لازم نعمل check for duplicate قبل ما نشتغل، تمام. هاجي دلوقتي اعمل insert citation، هكتب ايه رغم ان هما الاتنين نفس البيبر، تمام. فدي طبعا مشكلة. هرجع المندل اقول له tools check for duplicate، خلاص قال لي ده انت عندك. اقول له confirm merge confirm merge confirm merge. نرجع هنا هعمل refresh، هيقول لي خلي بالك ده كان في حاجة موجودة وتشالت. اقول له اوكي بقى هما الاثنين رقم 2، طبعا مفيش حاجة اسمها two references، هنشيل واحد ونخلي نفس الرقم، تمام. طيب مثلا انا خلصت خلاص وهعمل لهم insert زي ما اتفقنا، هنعمل صفحة جديدة افضل. هعمل insert bibliography. بعد ما عملنا insert bibliography يفضل يعني نبص عليهم هما كده مظبوطين ولا مش مظبوطين. طب انا هنا عندي اللينك دوت موجود، قصدي اللينك بتاع البيبر، انا عايزاه ولا مش عايزاه؟ لو مش عايزاه اقول مور ستايلز في الفانكوفر ده، اقول له انا عايزاه اونلي فور ويب بيج، خلاص واقول له دون، هاي هيظبط لي الريفرنس بتاعي. طبعا الريفرنس الاولاني ده غالبا دخل غلط اصلا، في مشكله ان بياناته مش كامله، يبقى ساعتها ارجع له وراجعه مني، تمام. طيب احنا فاضل لنا بعد كده انهي جزء بقى؟ احنا كده اتبقى عندنا فيتشرز من فيتشرز بتاعت المندل اللطيفة الصراحة، اللي هي البي دي اف فيور. احنا دلوقتي الملفات دخلناها اللي داخلة منها بي دي اف، انا عندي زي ادوبي ريدر كده بس جوه المندل، بحيث ان انا اقدر استخدمه في ايه؟
اقدر استخدمه في كل حاجة. نشوف مع بعضين على برنامج افضل. ماشي، انا هفتح مثلا البيبر دي. خلاص قريت مثلا في الريزلتس خلاص ان الافريج نمبر اوف دراج بير بيشنت كانت كذا. عايزه اعلم دي، هدوس هايلايت، هيعملها لي هايلايت. طب انا عايزه احط لها نوت، خلاص فهكتب هنا النوت بتاعتي كذا كذا كذا، مثلا نمبر اوف دروبس. خلاص مثلا البيبر دي بعد ما قريتها، البيبر ككل اقدر انا هستخدمها لما اجي اتكلم على الديسكشن بتاعت الرساله بتاعت البيبر بتاعتي، فادي لها تك كده عشان زي ما افتكرنا في الفلترز هبقى سهل اوصل للبيبر دي بسرعه. ممكن نكتب نوتس جنرال نوتس. يعني ايه جنرال نوتس؟ يعني البيبر دي عامه مثلا بتتكلم عن كذا او مفيده في كذا. تمام. طيب اقدر مثلا هنا، لا انا خلاص اشيل علامه النوتس، انا مش عايزه اكتب نوت تاني. تمام. عايز الهايلايت بتاعي اغير لونه، نقدر نغير اللون وهكذا، ونقدر نكبر الشاشه نصغر الشاشه، وممكن نعمل سنكرونيزيشن. سنكرونيزيشن بقى دي مهمه في ايه؟ مهمه في ان احنا لو عاملين برايفت جروب، انا شغاله انا وثلاثه زمايلي على رساله معينه او على بيبر معينه، خلاص زي البيبر مثلا هي بتاعه التريننج دي، وعاملين جروب، نعمل جروب جديد الاول، كرييت جروب. انا الجروب ده هسميه تريننج، خلاص كرييت جروب، وهعمل انفيتيشن. احنا مش هنعمل انفيتيشن دلوقتي، جيت في التريننج انا البيبر اللي انا شغاله عليها حاليا اللي هي البيبر دي عايزه احطها في الجروب بتاع التريننج، هشيلها دراجنج واحطها في الجروب ده، بقت موجوده على الجروب ده. اي حاجه انا بعملها هنا هايلايت او نوت او اي حاجه بكتبها بعمل سنكرونيزيشن. زمايلي اللي شغالين معايا في البيبر بقى يجي يفتحوا المندل بتاعهم، يدخلوا على الجروب المشترك ما بيننا، يلاقوا الهايلايتس والنوتس دي. فبالتالي لو احنا بنكتب بيبر مشتركه، انا بدل ما اقعد اقرا البيبر وابعت في ايميل وانا عامله هايلايت دوت، لا احنا هنشتغل على المندلي وكل واحد يتابع شغل زميله. والنوتس مثلا انا النوت دي شايفين مكتوب هنا ان هي مريم امين مش عارفه ايه، زميلتي مثلا لو اسمها غاده هيبقى مكتوب اسمها غاده كذا ولون مختلف، فكل نوت هتبقى بلون مختلف وهيبقى عليها اسم اللي عامل النوت دي. تمام. طيب ده البي دي اف فيور. زي ما قلنا بنقدر نعمل نوتس ونقدر نعمل هنا التاجز. يا جماعه التول من التولز اللي فادتني جدا في الميديا صح في الماجستير التاجز، انا كنت طبعا واحد بيقرا كم بيبرز كتيره ولما بيجي يرجع يقراها تاني ما بيعرفش هو دي كان هيستخدمها في ايه. فكان مثلا التاج دوت في الريفيو، وفين هي جزء في الريفيو مثلا في البريفلنس، في الريفيو في الباريرز، في الريفيو في البروموترز. فخلاص مش عايزاها للريفيو، لا ده انا هدي لها تاج ان دي فور ديسكشن لما اجي اتكلم مع البريفلنس وهكذا. فدي مفيده عشان واحد بس يرتب افكاره. الجروبس زي ما قلنا زي ما وريتكم، احنا بنعمل نختار كرييت جروب بسميه وانفايت بيبل اللي انا عايز اشتغلهم معاه. الفري اديشن بتسمح لك اب تو 5 جروبس فقط، وكل جروب فيه 5 يعني توتال 25 كولابوريتور. الانستتيوشنال اديشن اللي احنا اتفقنا ان احنا نقدر نعمل ابجريد فور اور اكونت، ازاي؟ ان انا ادخل من الجامعه، انا عايز ادخل من نت الجامعه الاي بي بتاع الجامعه، خلاص مانيوالي دخلت على المندل اوتوماتيكلي قصدي هيبقى ابجريدد تو institutional account. تقدر تعمل جروبس مش عارفه up to 25 يعني جروبس كتيره والشيرنج ناس كتير فيها. تمام. وزي ما قلنا كل واحد بيبقى له النوت، بيبقى له الهايلايت بتاعه والنوت بلون مختلف عن التاني، وبيبقى مكتوب مين اللي عامل النيشن ده. طيب احنا فاضل لنا دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها مندلي تريكس. طيب عندنا حاجة أنا مسميها مندل تيبس أند تريكس، دي شوية تريكات إحنا قلناها أصلا أثناء الشرح، بس هي مفيدة جدا في وإحنا بنستخدم برنامج المندل. أول حاجة إحنا دلوقتي دخلنا، أنا ما بدخلش أنا دايركت أي ملف بي دي إف بنزله أو بسيفه دايركت من المندل إمبورتر على المندل بتاعي، هما موجودين في المندل. طب افرض حد طلب مني أبعته له بي دي إف،
او قال لي ابعت لي مشرف او زميلي قال لي ابعت لي كل الفايلز اللي انت استخدمتها في ايميل. هنعمل ايه في الحاله دي؟ هو ببساطه في حاجه اسمها فايل سوري في التولز اوبشنز، خلاص بقول له فايل اورجانيزر، اقول له اورجانيز ماي فايل، يعني سيف لي الفايلز بتاعتي. هيقول لي عايز تسيفهم فين؟ اقول له براوزر مثلا، احنا هنسيفهم في الوركشوب ديكومنت، خلاص انا هسيفهم في الفولدر ده. طب الفايلز تتنقل زي ما هي ولا انت عايز تسميها؟ اقول له لا، رينيم دوكيمنت، انا عايز الفايل يتنقل عندي مش باسمه هبهزر كده، لا اي ملف او بيبر تتحط يبقى واضح فيها الاوثر نيم والجور، سوري واضح فيها التايتل والير، دول اللي يهمهم. دي الفايل نيم، ممكن احط معاهم اوثر، ممكن احط معاهم الجور، او لا انا عايز التايتل بس خلاص. واقول له اوكي، لما هدوس اوكي هينقل لي كل الفايلز الموجودة عندك في المندلي اللي هي اول داتا دي، انا عندي فوق 2001 عشان كده مش هدوس اوكي. بياخد وقت عقبال ما بيتعمل، فهيقول لي اول دوكيومنتس. طب ما انا مش ده اللي انا عايزاه، انا دلوقتي اشتغلت على الملفات الموجودة هنا، هي دي بس اللي انا عايزة انقلها. طب نعمل ايه؟ نظللهم كلهم كنترول و ايه، او نظلل الكل، نقف عليها نكتب export PDFs with animation، يعني انت طلع لي البي دي اف ولو في اي ماركر او اي نوتس هتتعمل معاه، قول export PDF. خلاص هيقول البي دي افس بتاعتك كذا وكذا وكذا، عايز تنزلهم فين؟ اقول له لا انا هنزلهم في الملف بتاع الوركشوب ديكيمنتس، هعمل فولدر جديد نيو فولدر هسميه بيبرز مثلا، سيلكت فولدر اقول له اكسبورت، اقول له اوبن الاكسبورت فولدر اهو، دي كل البيبرز اللي عندي نزلت موجودة عندي الاوثر والعنوان بتاعها. خلاص لو حاجة انونيتد، يعني قصدي حاجة زي هنا بيقولك ده انونيتد، يعني احنا معلمين عليه، كنا انا قبل كده كنت استخدمته وكنت عاملة هايلايتس على حاجات، تمام. فأي حاجة هتتنقل بالماركرز بالنوتس كل حاجة بتاعتها. فدي يعني من الحاجات اللي ممكن تبقى مفيدة، ان انا اسيف الفولدرز بتاعتي. طبعا لو عايز احفظ نسخة من كل بي دي افس بتوعي هختار على طول كوبي فايل للمكان الفلاني اللي انا عايزه، فلاقي عندي كل البيبرز مترتبة بالتايتل مثلا وبالير او بالاوثر غير حسب ما انا مختار. طب معلش يا هبه انهي جزء تاني عشان لسه شايف الشات، الجزء بتاع سيف فايلز. طيب عامة احنا بنزيد مش مشكلة، انا دلوقتي لو انا في مجموعة من الملفات عايز احفظها في فولدر عندي على الجهاز، لو انا مش حطاها على الجهاز عندي جايباها من النت على المندي على طول، بظللها بدوس اكسبورت بي دي اف، هو بيقول لي كل الملفات اللي ممكن يعملها اكسبورتيشن، واقول له اكسبورت تتحفظ عندي على الجهاز. خلاص طيب دي قلناها ان احنا يا جماعه اي ريفرنس ندخله لازم نعمله تشيك، تمام. التشيك لو في دي او اي نمبر بي ام اي نمبر بيبقى في عدسه كده بندوس عليها بيعمل له تشيك. طب لا لو مش موجود الكلام ده، او بدخل على نيد ريفيو، اي حاجه في نيد ريفيو بيبقى جايب لي بوكس اصفر كده، هل الديتيلز كوريكت ولا نعمل عليها سيرش؟ قول له سيرش، فهيبدا هو يدور على الكوريكت انفورميشن. طب بعد ده برضه شكك فيها، بدوس كليك يمين هيقول لي ابديت ريفرنس، نعمل ابديتنج لكل الحاجات، تمام. يعني هنا هقول له كده ابديت ديتيلز، خلاص ادوس كنترول و ايه ابديت ديتيلز ليهم كلهم. عندي ده بقى مشكله مفهوش اوثر، مفهوش اوثر ليه؟ ابدا بقى ادور عليه، اللينك بتاعه موجود خلاص، ادخل على اللينك للدبليو اتش او في اورجانيزيشن، ده اصلا ريبورت، هنيجي نختار هنا حاجه اسمها ريبورت، الريبورت مين الاوثر بتاعه، مين اللي نشره، من صفحه كام لصفحه كام وهكذا. خلاص ممكن في حاجه اسمها فيو سيرش كتالوج، لو حد دخله قبلي اشوف مدخله ازاي، تمام. واقول له اد تو لايبرري، هيدخله لي زي ما هم مدخلينه، بس هم هنا مدخلين له جورنال ارتكل بقى، فيعني بس دي مش بتساعد قوي، والافضل ان الواحد يراجع الحاجات دي مانيوال بنفسه.
الحاجات اللي فيها شك، لو ما نفعتش مع حكاية اللوك اب ولا نفع مع حكاية الابديت. دي اللي احنا قلنا عليها، ان احنا نعمل ابديت للديكيومنتس كلها مرة واحدة. سيتنج اوف ريفرنس ستايل دي قلناها، الريفرنس ستايل، وانا حاطه لكم هنا اللينك بتاع سي اس ال اديتور دوت الجايد بتاعه ازاي نستخدمه، لان احنا كل بورت من الريفرنس سواء في الانتكست سيتيشن او في الريفرنس ليست نقدر نعدله، سواء حاجات في اللاي اوت بتاعه او حاجات في الترتيب، نخلي البولد ايتاليك والتالت وهكذا. طيب في برضو من الحاجات اللي لازم نعرفها، دايما بتحصل مشكله لما نيجي نودي يعني انا خلصت خلاص الملف بتاعي هوديه الطبع دلوقتي ماشي، فهوديه حد يعمله ايديتنج ويظبطه. مشكله الفيلدز دي اسمها مندلي فيلدز، وبرده في الاند نوت موجوده مندلي فيلدز، ان هي لينك تو ذا مندلي، فلما يجي يقف عليها دايما بتقابله مشكله ان هي مثلا متظلله، ان هو ما بيقدرش يغير فيها، يجي يغير فيها يقول انه في ايرور. طب حلها ايه؟ انت اي ملف هتوديه لحد عشان يصلحه او يعمل عليه حاجات وما عندوش مندلي، مش يعني حاجات تنسيقيه او كده، او حتى ليك عامه قبل ما تطبع خلاص الرساله او البيبر بتاعتك، الافضل انك تلغي المندلي فيلدز. الغيها ازاي؟ ادوس اكسبورت از وذاوت مندلي فيلد، انا مش عايزه مندلي فيلدز خلاص. هيقول لك سيف، يس سيف كرنت فيرجن ايا كان اسمه، سيفولي. ودي بقى الجديد اللي من غير المندلي فيلدز اهو، دي النسخة الأساسية بتاعتي. أنا مش عايزة أخلص الملف الأساسي بتاعي، ما أنا عايزة أنهي ملف، أنا عايزة الملف اللي أنا سجلته أو أنا سيفته من غير المندلي فيلدز. هندخل هنا، كان ده عنوانه، هنيجي نقف عليه ومفيش تظليل بتاع المندلي أصلا، فبالتالي عادي أقدر أغير وأعمل فيها من غير ما يعاكسني يقول لي لأ خلي بالك في ايرور أو حاجة، إحنا نغير فيها حاجة عادي جدا. ما بقتش لينك للمندل، هاجي ادوس ريفرنسز مفيش اصلا، اعمل ريفرش، هيقول لي ريفرش ايه، ما انت مفيش اصلا كونكشن، انت مش حاطط ريفرنس عندي. تمام، دي بتبقى حلوه قبل الطباعه لو انت هتوديها لحد يعمل ايديتنج عشان ما تتلخبطش الدنيا، او لما تيجي تتنقل من جهاز لجهاز مثلا. طيب في حاجه كمان بتواجهنا، يعني مثلا احيانا الناس بتبقى شغاله مانوالي، تمام، شغاله مانولي، او ان هي خلاص انا خلصت، نفتح الملف اللي احنا عملناه ده، انا خلصت وكنت الحاجات دي مدخلها مانولي، دلوقتي مجال العمالة تقول لي غير في الريفرنس واعمل وكذا، انا عايزه الريفرنسز دي ادخلها على المنيو، بس انا خلصت وجمعتها، مش هدخل اقعد ادور على واحد واحد. عشان كده في موقع اسمه سيتيشن فايندر، ده مواقع مفيده جدا، تمام، سيتيشن فايندر، واللينك بتاعه موجود في البي دي اف في البرزنتيشن. سيتيشن فايندر ده بيقول لك دخل لي السيتيشنز بتاعتك اللي انت عايز تدخلها في البرنامج، دخل لي عناوينهم او اساميهم بس واحد واحد، يعني كل ريفرنس في سطر خلاص. فانا هاجي مثلا في ملف الوورد ده، هاخد دول هاخدهم كوبي، تمام، هرجع للسيتيشن فايندر هعمل بيست كل واحد في سطر لوحده، تمام تمام هقول له، هيقول لك انت عايزه فين الفورمات، هو هيعمل لك ملف فيه كل الريفرنس بتاعتك، ولكن مش دايما برضه لازم بنراجع وراه، لان هو الريفرنس اللي بيدخلها مظبوط اللي على الباب ميت، تمام، او على كتالوج اوثرايز، يعني غير كده ما بتدخلش مظبوط. فبيبدا يدخل لك سيتيشن 1 كذا، هو دور عليه لقى ان هو افيكاسي مش عارف ايه ايه ايه، هو ده نفس الريفرنس؟ لا مش نفسه، نخلي بالنا هنا مثلا، لا كان العنوان غير، كان هو ده، تمام، المفروض انه مش كومنت. طيب بعدين اجي ادخل هنا the state ومش عارف ايه، طب ماشي هو ده، هنا مايكروبيولوجي مش عارف ايه، لا هو مظبوط خلاص، في حاجات مش مظبوطه، في حاجات مطلعها لي مش مظبوطه اصلا. ايا كان احنا لما نيجي ندخل بقى لو ملفات عندنا مراجعين، هقول له ده انكلود سيلكتد سيتيشنز، هيدخلها لي في ار اي اس فورمات. هاجي في المندلي بتاعي اول فايل امبورت ال ار اي اس الداونلودز، ده اللي احنا نزلناه، اوبن، هيدخل لي الثلاثه ريفرنس كودات اللي احنا
عملناه. طب ما هي الريفرنس احنا بنقول فيه حاجات مش مظبوطه، يعني ده شكله مش متظبط، نعمل ايه؟ اجي اشوف هنا، هل اليو اي هعمل له دور لي عليه، دور عليه لقى اسمه كذا. المشكله في حاجه ان اصلا الريفرنس ده كان موجود قبل كده، فاحنا لما نيجي نعمل تشيك فور دوبليكيشن هنلاقيه اصلا متكرر، فاقول كونفير ماشي تمام. نرجع تاني ماشي، الملف مثلا دوت ده شكله حاجة قديمة، اقول لك اكمل الداتا بتاعتي، هو مش لاقي الاوثر. طب انا عشان اعمل ايه؟ هنضطر ندخل على النت وندور على الاوثر ونصلحه تمام. فهو بيساعد لو ناس مثلا حد اشتغل رسالته وفيها 200 ريفرنس، و200 ريفرنس كتير قوي ان هو يدخلهم مانوال، فبالتالي هياخد كوبي بيست كل الريفرنس اللي مدخلها مانوالي، على الاقل هيلاقي مثلا 60%، يعني 60 ريفرنس من 100 مثلا ندخل داخلين مظبوط. فيجي يكتب ان تكست سيتيشن في الوورد، يكتب اسم الريفرنس كذا. وبعدين الحاجات بقى اللي مش هيلاقيها يبدأ يدور عليها، يبدأ يدور عليها واحدة واحدة. ده سيتيشن فايندر. وليه يعني لو حد في الجروب بتاع ساينتفك ريسيرش، في دكتورة ميرفت عملنا له فيديو صراحة توضيح حلو جدا، وعلى اليوتيوب في فيديوهات توضيحية ازاي نستخدمه تمام. طيب افرض انا، دي برضه من الحاجات الظريفه، لو حد مثلا كان بيعمل السي في بتاعه، او مش شرط السي في، واحد مثلا النهارده بيشتغل عايز بيجهز مثلا محاضره او حاجه، وعايز يحط الريفرنس تحت، بس مش هيحطها ويزن تكست، يعني انا مش هحطها ويزن تكست، بس في نفس الوقت عايز اقول للناس ارجعوا للمصادر دي، اعمل ايه؟ اظل اللي انا عايزاه، مش لازم احطها بقى احط لها رقم وكده، اظل انا عايزاه وادوس عليه، اخده دراجنج للملف اللي انا بتاعي واحطهم كده، كتبهم لي من غير ما يبقى فيه فوق اصلا ارقام، انا عايزاهم هارفرد مش عايزاهم بارقام اصلا. تمام، ده عشان الملف اللي احنا كنا عاملينه ان هو يلغي، اقدر اغير فيها كده. مفيده قوي في السي في مثلا، لما حد يجي من السي في في جزء بابليكيشن، بدل ما تقعد يعني نجيب الببليكيشن نحاول نكتبها، بنظبط بنقول مثلا انا عايزاها بالستايل سيتيشن ستايل مثلا بتاع هارفارد تمام، واخدهم واحطهم عندي تمام، هيحطوهولي بالستايل اللي انا عايزاه، بس هما لازقين في بعض، هي دي مشكلة الفايل دوت اللي احنا لاغيين منه من اللي فيه تمام. طيب دي برضو من الحاجات اللي ممكن تساعد شوية. تمام. طيب يعني اخر حاجة عايزين نقولها بقى، احنا كده خلصنا، بس نراجع تاني steps for good referencing by Mendeley. اول حاجة build up your document library، لازم نخلي بالنا لما ندخل الفايلات بتاعتنا سواء بقى بويب امبورتر او بالبي دي اف فايلز اللي موجوده عندي، هدخلها اعمل واتش فولدر، مش مهم الطريقه، نتاكد ان مفيش دوبليكيشن عشان ما يحصلش غلط، ونراجع الداتا بتاعتنا. هنراجعها الاول، الحاجات اللي ممكن اراجعها عليها عدسه اراجعها، اللي في النيد ريفيو اراجعها، فشلنا في كل ده وفي حاجات مش باينه عندي، الجير مثلا او الاوثر ارجع لها مانيوال اراجعها. تاني حاجه اعمل سيتيشن وزن تكست، لازم اتاكد ان هي في المكان المظبوط اللي هو بعد الجمله وقبل النقطه، اتاكد ان مكانها مظبوط، وان انا اعمل ميرج للسيتيشنز لو انا دخلت كذا واحد مش جنب بعض، ويجولي يعني كل شويه نعمل ريفرش للديكيمنت بتاعنا. اخر حاجه اللي هي ليست يور ريفرنس، ان احنا لازم نشوف الكوارد ستايل، وبرده نبص بصه سريعه الريفرنس بتاعتنا مكتوبه مظبوط ولا مش مكتوبه مظبوط. زي ما قلنا مندلي صراحة من الحاجات اللي الجايدز فيه حلو قوي، فده اللينك بتاع الجايد بتاعه، بحيث ممكن الخطوات كلها تتراجع، وموجودة بصور وليهم فيديوهات، بيساعد جدا في تعليمه. السبورت سيستم بتاعهم برضو من الحاجات الكويسة، وبيرد على طول.